طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شباب، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. إن شاء الله يكون الصوت واضح. إن شاء الله يكون الصوت واضح في القصة دي. يا شباب، الصوت واضح؟ الشباب، الصوت يا إخواننا، الصوت. مرحبا حبابك، كيف الأخبار؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله يا اخوانا. انا بس معلش، يعني طالع اللايف ده من غير مواعيد كده، وطالعه يعني نطه سريعه كده، كويس. شايف في دعوات كثيره طالعه في الفيسبوك، في السوشيال ميديا، وناس بيتكلموا كثير عن عدم اخراج الجويد من المدن. انا ما بتكلم عن الخرطوم، انا بتكلم عن كل المدن. طيب، شايف الدعوات دي، في ناس كتار بدعوا بحجج، حجج كده غات واهيه جدا، وحجج ما لها منطق، وما لها اي، ما لها اي قواعد في الفكر البشري وفي المدنيه وفي الحياه الناس اللي تفكر فيها كلها، كويس. بيحاولوا يمرروا الحياه الاجنده دي للناس، بيحاولوا يكلموا ويقولوا يعني شنو، انه الجنجويد حاميين الشعب السوداني، كويس. وده كلام كله عار من الصحه، وكلام كله غلط، كلام كله غلط. انت اللي بتتكلم عن ميليشيات قتلت وسحنت اسو امبارح مره وبنتها واحفادها، مرأة وبنتها وأحفادها بيقتلون الجنجويد. كيف يا أبوشة؟ قال كلهم، كويس، يقتلون الجنجويد. وناس يقول لك يا أخي عشان نحفظ الأمن. وكتائب ظل، كتائب ظل شنو؟ كتائب ظل لما كنا قاعدين معاه في الخرطوم بتضرب، وعارفين كم نفر اللي بيضرب منه. الناس كلها عارفاهم، إيش تطلع من الخرطوم؟ قال بيقتلون كله الجنجويد. قتلنا في الكوبري يوم 30 الجنجويد، قتلنا في القيادة العامة الجنجويد. ما في زول كذب يقول له كلام ما له معنى اساسا، وما يعني انا بعتبر انه ده كلام فوقي، وعنده اهداف غير الاهداف اللي بنتكلم عنها، الاهداف بتاعت المدنيه، الوجود العسكري. يا اخي انت عندك، يا حبيبنا انت عندك 70,000 جندي عسكري بتاع بوليس في كل السودان، كويس. اديوا له الصلاحيات، ربع الصلاحيات اللي شايلين لها الجنجويد ده، يحملوا لك الخرطوم ويحملوا لك المدن دي كلها 100%. عندكم جهاز شرطي يا اخواننا كامل، السودان ده فيه شرطه من سنه 1850، فيه جهاز شرطي. ليه انت بتجيب عساكر وميليشيات ما عندها علاقه باي حاجه، ما بتعرف قانون، ما بتعرف اي حاجه، عشان تحميك؟ ما بتحميك. دي ده انت بتقتلوك، اذكر نص التحرر مش يضربوا الناس بالعربات، كويس. اذكر كان واحد دخل بيطلع كلاش يضرب الناس كلهم بيقتلوا. دي الحاجه الحاصله. ما في زول كذب يقول اكثر من كده. اي زول بيتكلم انه عدم اخراج الجنجويد من المدن، ده زول عنده حياه ثانيه، مآرب اخرى غير المآرب الناس اللي عارفينها. عليك الله شير، ده كلام فارغ ما له معنى. انا بعرف حي واحده لغوات غير مدنيه، لغوات غير مدنيه، ده تعدى على الحقوق بتاعت الناس. الناس كلها تطلع الجنجويد، يطلعوا من الخرطوم غصبا عنهم وبدينهم فوق راسهم. الناس قدمت دعوات انه الجنجويد، اخرج الجنجويد من كل المدن، مدن السودان. ما يطلعوا مش حته محدده، يطلعوا من المدن ومش عسكرات خارج المدن، بس اذا انت تبغى يا اخوان الجنيويد حاجه ذاته ما شرعيه، ما تابع، ما عندها اي شرعيه. تجنيد من طرف، كويس، مهمات القتاليه ذاته ما عارف شنو، لا تابعين للجيش، لا تابعين للشرطه، لا تابعين للامن، ما تابعين لاي حاجه. ما في زول يتكلم ساي يقول يا اخي عدم اخراج الجنيويد من المدن. يا اخي نخرجوا من كل المدن، ما عندهم وجود، ما عندهم قانون بيصرفوا. واحد يمشي يشيل سلاح يقفل المستشفى ابراهيم مالك، واحد يشيل سلاح لست الشاي، واحد يشيل سلاح ده شنو؟ كتل في الشارع، ضرب في الشارع للناس بالاصوات، اغتصاب، اي حاجه حاصله منه. ده خداع ما له معنى، خداع ما له معنى، كويس، ما له اي 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 حاجه من الصحه. يعني لازم زي ما بيقولوا ينفكوا من الصحه. يا اخواننا الناس ما تسمع كلام الدعوات الفارغه دي المقدمه من الناس، ما معرفون هم ذات المقدمين لنا شنو الهدف لنا شنو. الناس كل اي مدينه الليله فيها الجنجويد ارتكبوا فيها ما ارتكبوا، اخير السوكي كويس ووضعين عملوا فيها ما عملوا، قتلوا الناس، اغتصبوا الناس، دقوا الناس. فيا اخوانا الناس تركز في حاجه. احنا زي ما قلنا يا اخوانا، انا واحد من الناس قلت حاجه واحده، انا ما عندي علاقه باتفاقيه، لا بشوف اتفاقيه، لا متاكد تماما انه العساكر لا حيسلموا سلطه، لا ممكن يسلموا يوم من الايام سلطه لزول، ده موضوع مفروغ منه، كويس. حل انا واحد اصغاطهم بس، ما عندنا حل غير المجلس العسكري ده. الناس اشتغلوا وتجير على الاتجاه ده حق شنو؟ دي الحاجه اللي بتلمنا كلنا مع بعض، انه يا اخواننا اصغاط المجلس العسكري ده هو الخيار المتاح حاليا، عشان نقدر نعمل منتين للشارع ده، عشان نقدر الشارع ده كله يكون على اتجاه واحد وعلى قلب رجل واحد. كلنا الشويعيين والحزب الامه والاتحاديين
والما محزبين زي انا كده احنا كلنا نكون سوا. ده خيار الوحيد اللي بيحقق لنا الدوله المدنيه الان كويس، انه المجلس العسكري يسقط، ما عندنا خيار غير كده. انتوا المجلس العسكري اختارت المجلس، في ناس بيقولوا المجلس العسكري يحمينا، يحمينا منه؟ هو اللي بيقتلونه، هو اللي بيضربوا. جهاز الامن ده هنا كان هم فعلا حقيقه عندهم دار يحمي الشعب السوداني ودار يعمله. اول حاجه كان حلو جهاز الامن ده، خليك حلو هيئه العمليات في جهاز الامن الليله، هيئه العمليات الليله في جهاز الامن اللي هي فيها 11000 جندي في جهاز الامن، ضموه للدعم السريع الليله. ده دار يحمي له شنو؟ يضموا للجيش ولا يضموا للدعم السريع؟ يضموا للبوليس؟ تضموا الدعم السريع لشنو؟ علاقته بالدعم السريع شنو؟ يا اخواننا دي كلها شغلانيه كلها فارغه جدا. يا اخي الناس اللي قاموا بالانقلاب سنه 89، ناس عن الحاج والناس اللي كذا كلهم قاعدين في الشارع، الناس الموجودين كلهم في الشارع. ده كله لعب يا اخواننا. الحاج البحاصم السوداني من يوم 6 ابريل 11 ابريل يوم الانقلاب ذاته، يوم 11 ابريل ده كله معروف انه كله لعب على الشعب السوداني. ليه نقبض اللي تقبضوا افراد جهاز الامن الضباط بتاع جهاز الامن اللي كانوا بيقتلوا 6 شهور في الشعب السوداني؟ لا تقبضوا رؤساء جهاز الامن، لا تقبضوا رؤساء الفرعيات بتاعت المؤتمر الوطني كويس، ناس المؤتمر الشعبي اللي فيه. ما في حاجه حصل، ما في شيء حصل، ده كله كلام لف ودوران على الشعب السوداني كويس. وديل شابين احنا دارين المجلس العسكري مش فاوض العسكري، المجلس العسكري ومجي فاوضناه وما فاوضناه وجينا وقعدنا وما، ده كله كلام كله منتهي، كله جرجر حق العساكر ما بينتهي. وفي النهايه يا اخوان الهدف من المجلس العسكري ده هي دي مش اللجنه الامنيه لعمل البشير عشان تحميه وتحمي المؤتمر الوطني وتحمي جهاز الامن وتحمي دوله الانقاذ العميقه ودوله الانقاذ اللي قاعده قدام الناس. دي نفسهم قاعدين الحاج الناس اللي بيسووا فيها دي مفاوضات ما حيسلموا كويس. انا مقتنع اقسم بالله من اول يوم، من يوم 13 14 ابريل، من يوم ما شفت قاعدوا معاهم انا مقتنع ما حيسلموا وعارف ما حيسلموا. وكنت بطلع لايفات بقول لكم يا اخوان الثوره يعني، يا اخوان الثوره يعني كويس، وين الثوره؟ ما قبض الناس المجرمين، ما قبض الناس السارقين، ما قبل الناس القاتلين، وين السورة؟ ما في ثورة. ده موضوع ده كله كلام فارغ. بقينا احنا ماشيين في الناعم في الناعم في الناعم، ماشيين لسه في الوطن كل يوم نازلين تحت 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 لحد ما شغلانة انت تموت كلها يا اخواننا. وحدوا الشارع كله على حاجة واحدة، وحدوا هدفنا كلنا على حاجة واحدة، ضموا الناس يا اخواننا حاجة تحقق الدولة المدنية وتحقق الدولة كويس. حق الشهداء يا اخواننا، حق الشهداء. اذا ما الناس كانت قوية كويس وسقط المجلس ده، المجلس ده ولا حاجه اذا ما اديته دي كلمه طوال الزمن. واقول لكم المجلس ده، المجلس العسكري ده اذا ما اديته حصانه كامله على الحياه، خليك من اللي قدام على الحياه اللي سواها كلها، ما حيسلمكم سلطه. واذا سلمكم سلطه حيسلمكم سلطه غير قادره انها تحاسبه، غير قادره انها تحاسبه كويس. ومن وسط السلطات يعني لا حتقدر تعينوا الغاضي، لا المجلس المحكمه الدستوريه، لا حتقدروا المدعي العام، لا حتقدروا النائب العام، لا تقدروا، ما حتقدروا تعملوا اي شيء. دي السلطه دار يدكم ليها المجلس العسكري كويس، ولا حتى الانتخابات ذاته كويس، الترتيب للانتخابات، ولا المؤتمر الدستوري. المؤتمر الدستوري المفروض يقوم، المؤتمر الدستوري المفروض يقوم في المرحله الانتقاليه، لانه ما في دستور بيسوى في ظل حكومه غايمه. الدستور اساسا بيسوى في ظل الحكومه الانتقاليه، ما حد يديكم الفرصه انكم تعملوا المؤتمر الدستوري وتعملوا دستور دائم للسودان يتوافق عليه كل اهل السودان. المجلس العسكري الشافه بعينه ما حد يديكم الحياه، ده موضوع مفروغ وموضوع منتهي كويس. وين زول دار اللي في دور كده الحته دي؟ خلوه يلف ويلف ويلف حي راجع لصف الصور كويس. اذا ما تغيرت مفاهيمه ويتغير رؤيته للموضوع وبقى اصبح انه شو بفتش حلول. للمره الثانيه بكرر، اعلن حريه تغيير. عندك شارع عنده مطالب، شيل المطالب حق الشارع وديها ليون تتحل من تحاول حاجه تكون انت واقف على شارعك كده، حاجه ثانيه تتحل من اي وساطه دوليه جاتك ما تقدم الحلول. انت ما مسؤول انك تقدم الحلول، انت مسؤول انك ترفع رؤيه الشعب السوداني لمنو؟ للمجلس العسكري ولاي وساطه جاتك. دي مسؤوليه اعلان حريه تغيير، ارفع مطالب الشعب السوداني لكل لاي زول جايو، دي مهمتكم. لكن ما مهمتكم انكم توجدوا حلول للشعب السوداني او توجدوا حلول لشنو؟ للمجلس العسكري. اشتغلوا بالحته دي، عملتوا اعلان حريه تغيير الشعب السوداني وافق عليه، في بنود 10 بنود واضحه، شيلوها وسلموها وقولوا يا اخواننا دي بنود الشعب السوداني الدائره. لكن ما تفتشوا الحلول، ما انتوا عندكم الحلول حقت الشعب السوداني، ما الشعب السوداني مفوتكم عشان تحلوا له كويس الحاجه اللي طلع عليها الشارع. الشارع الشعب السوداني طلع عليه عداله، سلام، حريه.
الشعب السوداني طلع الحياه دي يا اخوان، اطلعوا شيلوا مطالب الشعب السوداني دي وسلموها لاي وساطه وقول له ياخذ الحياه طالب الشعب السوداني. احنا كاحزاب كسياسيين ما عندنا اي رؤيه، الرؤيه رؤيه الشعب السوداني دي الحياه المفروض، لكن ما يفتشوا احنا نديهم حصانه شكلها كده وحصانه شكلها كده، ده كله ما متوافق مع الشعب السوداني ولا بجيب دم كويس شهداء الشعب السوداني. فارجو يا اخواننا اعلان الحريه التغيير، ارجو يا اخي الكلام ده بنقوله ونعيده وكرره ألف مره، انتم ما مهمتكم انكم تفتشوا حلول المجلس العسكري عشان تجيبوا وضع، انتم مهمتكم تسلموا مفوضنكم الشعب السوداني مفوضنكم شيلوه ادوه مطالب الشعب السوداني بس، ده مطالب الشارع الشارع شكلها كده. فيا اخوان ارجوكم الناس 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 اللي بتكتب كويس، في ناس كويسين انا عارف انهم بيكتبوا لا لاخراج الجنيويد من المدن، لا اخراج كل المظاهر العسكريه من المدن كويس، واحلال الدوله المدنيه كويس والقوه المدنيه اللي هي متمثله في الشرطه، ده المفروض يكون، وتوسيع دور الشرطه كويس واعطاء صلاحيات كويس لتضبط الامن في 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 في, في المدن، دي صلاحيات، دي صلاحيات حق الشرطه، ادي الصلاحيات دي، خلي الشرطه عندك 74000 ولا 74000 عسكري بتاع شرطه كويس في كل مناطق السودان، خلونا هن اللي بيتحكموا، دي اخواننا دي اعلى سمات المدنيه، ان الشرطه هي اللي بتكون متحكمه في المدن، هي المسيطره على اداره المدن كويس، غير كده ده كله كلام ما له اي معنى، غير كده ده كلام ما له اي معنى وما له اي فائده كويس. فيا اخواننا نركز كلنا، نجتمع كلنا على حاجه واحده نمشي لقدام ان شاء الله، هدفنا الثاني واحد من الناس، انا هدف واحد اضغاط النظام، اضغاط المجلس العسكري شغال في الحته دي، موضوع المفاوضات دي ما عندي بها علاقه والله العظيم ما عندي بها اي علاقه. طيب في زول هنا كاتب لي حاجه، طيب انا ادخل بعض الناس، قال شنو وين قروش الناس، قروش انت بتدفع قروش، وين قروش الناس، تكلم عن حقك انت. ما تخش الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا استاذ علي؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا، كيف الاخبار؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. الله يسلمك يا اخي، كلامك جميل جدا يا اخي، انا والله كمواطن سوداني كلامك جميل جدا وكلام منطقي في محله، اما بالنسبه للناس التحدي ما تركز مع التعليقات السلبيه دي يا جماعه، الحصه وطن، احنا لا دارين قروش ولا دارين اي حاجه، احنا همنا حاليا ثورتنا اللي اتسرقت دي. أنا دار عندي نقاط معينة يا أستاذ علي دار أوضحها. أول يا أخي اسمعني دقيقة يا أخي، أقول دقيقة بس لحظة أول حاجة، يا أخي حكاية الناس اللي بتكلموا في قروش وما في قروش دي كويس؟ يا أخي ديل ما أنا ما أعرف أقول لك شنو عنهم كويس؟ قروش شنو؟ كلام فارغ شنو؟ كويس؟ و10,000 و20,000 دولار 30,000 دولار ده كلام شنو ده؟ كويس؟ ده زول ذاته اقسم بالله، يعني الزول بيتكلم في حاجه زي دي زول فارغ جد يعني. القروش يا اخي القروش اللي صرفت في القروش اللي صرفت في الاحتصام ده يا قدر المبالغ دي بمئات المرات دي من طرف يساي مئات المرات بس، ناس فارغه ما عندها موضوع ما تشتغل بها. انا اي زول بيكتب كلام زي ده انا بعرفه دار يكون دار شاغله ودار هناك، فبحضره طوال يعني ما قاعد اشتغل بكره
واسط. يا استاذ علي، يا استاذ علي، انا بتكلم، انا دار اتكلم في جزئيه معينه كده، اتجاوز التعليقات السلبيه دي كويس. اول حاجه هو الحريه، هو الحريه والتغيير مفترض يكون عندها سقف تحمي به المواطنين اللي بيطلعوا عشان دي. يعني انا كمواطن الليله طلعتها مفترض يكون طالع واثق تماما ان في جهه بتقدر تحميني كويس. دي نمره واحد. نمره اثنين، مفترض تكون في لجان بتاعت اطباء يلف على المشرحه، اي مشرحه في اي مستشفى يلف ويشوفوا الاصابات ويشوف. يعني لحد الان في ناس مفقودين ما معروفين حتى اذا ميتين او حيين. انا شايف انه هو الحريه والتغيير بتلعب سياسه بالمواطن السوداني الغلبان المسكين. لما تيجي تطلع الشارع بتطلع الشارع بمزاجه، لما تيجي ترجعه بترجعه بمزاجه، وما عندهم لا وطنيه ولا هم ولا عندهم شغله في المواطن يموت يتحرق. النهايه دي لعبه بتاع الكراسي، واي واحد عاوز منصب واي واحد عاوز نازل. يا استاذ علي، لحد الان ما قدموا لنا حاجه، احنا ما شفنا حاجه لحد الان. الحكم حكم عسكر لحد الان، الدوله العميقه يعني ما في شيء، ما في تغيير، ما في حاجه. يعني بنقول مدنيه والشعب طلع ويحتفل وفرحان ومبسوط، بس ما في مدني ولا حتى في مظهر واحد من مظاهر المدنيه. لحد الان الجنجويد مالين شوارع الخرطوم باي حق، باي حق انت بتيجي الخرطوم وتحرس وتقول انا بحرس، وتقول العمارات دي بعد شويه بيسكون الطير، واي واحد بيقوم جاري ونحن بنخليكم زي النساوين تجروا، والمجلس العسكري يوافق حمدت على الكلام ده، ونفس السيناريو نفس الكلام. الشعب وهو الحريه والتغيير سمعت الحاجه دي وما ردت، ما في اي رد. حتى حق الشهداء وين؟ طيب حق الشهداء وين يا اخي؟ ما داري مين حق الشهداء. المسؤول منو؟ المجلس العسكري بيقول ديل من احنا، حميدتي بيقول ديل من احنا. طيب دي ناس مندسين. طيب ناس مندسين انت قاعد تعمل شنو؟ اذا انت قاعد ماسك زمام الامور مستلم السلطه وقاعد وما دار تسيبها، ما قادر عليه وما دار تسيبها، انت قاعد ليش شنو؟ انت قاعد ليش شنو؟ ودي من القوه المجهوله اللي بتيجي خاشه تفكر في شعبك، انت قاعد واقف تتفرج وما قادر تعمل حاجه. شكرا لك يا تسلم كثير يا حبيبنا، جزاك الله خير. بس عليك الله، بس تسلم انا كثير، شكرا لك. الله يكرمك، شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك يا حبيبي، شكرا لك كثير. لا يا اخواننا، يعني والله اي تاخير، شوف اي تاخير بيحصل في الثوره ما له صالح نهائي، ما له صالح باي صوره. اي تاخير بيحصل في الثوره دي يعني حيكون اكثر مني. مرحبا. مرحبا. تفضل يا اخوي. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا حبابك، تفضل. عالي، كيف حالك واخبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين. والله دي سلام الليله كون قدرنا وصلنا معاك. يعني عندنا عتاب شخص، اول حاجه عليك بنرسل لك ما بترد، حاولنا نتصل عليك ما قادرين نتواصل معاك. والله في الشغل مرات بكون في الشغل ما قادر اتلفت. لا معذور، جزاك الله خير. سؤالي يا اخي، انك انت بتدعو للتصعيد، وانا من قناعتي الشخصيه اتفق معك طبعا انه دي ما ثوره ولا اللي وصلنا له ده من متطلبات الثوره. يعني زي ما انت بتقول، ما في زول بيلف قبل المشنق على رقبته ولا حيسلمونه، وبضيعوا رقبته، بنضيع في وقتنا بس ما اكثر. طيب الحلول شنو يعني؟ ثوره هم منتظم التالي ضد منه؟ ضد المجلس العسكري؟ هل انت عندك امل انه يعني مثلا طلعت بعد الكره دي في كتلك الجيش السوداني فيه ورجع انه يحمي الشعب ده؟
ولا حنقعد كده المجلس العسكري ده يكتر في الناس ومظاهرات ويكتلك ويقفل الكباري وتاني يكتلك وتقعد تفتش تاني بدل كنت تفتش في حق الشهداء اللي في زمن البشير تاني بقيت تفتش في حق 8 رمضان بقيت تاني ناس تفتش في حق 30 يونيو الو اي سامعك ايوه ده سؤالي يعني ده سؤالي بالضبط كده قلت شنو كذا عيد سؤالك الصوت واطي شويه قلت لك سؤالي في حاله انه تستمر الثوره وان اصبحت يطلع من المفاوضات تفتكر الجيش السوداني ده فيه رجع انه يحمي الشعب السوداني ده او والله شوف انا دار اقول لك حاجه على حسب المعلومه على حسب الحاجه اللي كنا عارفينها الجيش السوداني فيه رجع في وريا في ضباط كتار وفي عساكر كتار قلبوا نحار في ناس غشوهم بالعيد وسفروهم صعد ضرب الاعتصام الناس كانوا قاعد نص الناس كانوا قاعدين في القياده رسلوهم في دفع كامله اتواصلت بعد ضرب القياده وكانوا داير يعملوا يعني يقوموا باعمال الناس صبرتهم شويه قال لهم يا اخي شوفوا الحاصل شنو النهايه وين والشارع ماشي على وين كويس الحياه دي كثيره حاصله كويس الجيش السوداني في النهايه ما هو اخوي واخوك ولد عمي ولد عمك في النهايه بيصلوا شنو؟ بيصلوا للحلول صح؟ انه المشكله دي تتحل كيف؟ خايفين من الكوماج وخايفين من شنو؟ من الحرب الشامله كويس لكن في النهايه اذا دعا الناس تلقاهم قدامها الشرفاء في الجيش موجودين القيادات المشكله في القيادات المشكله في القيادات طيب يا علاء انا معلش اقاطعك يعني انا كنت في الجيش انا كنت ملازم المهندس يعني خليت الجيش قبل سنتين والله ما عاوز احبط الناس ولا عاوز احبطك لكن الجيش يعني بجد السوس فيه لحد النخاع والشرفاء اللي بيتكلم عنهم دول بسيطين كويس يعني الجيش ده لو جيت القيادات دي كلها والله يا علي القيادات دي كلها مؤتمر وطني الدفعه حتى بتتخرج من ملازم والله يعني ما لم يترفع تماما كويس معاك قبل التخريج انه 80% ولا 90% انه الدفعه دي كلها بقت حركه اسلاميه والله ما بتتخرج هذا الكلام ده احلف فيه وصادق الشرفاء اللي بيتكلم عن ده والله عايزين يا علي والله عايزين ما حيسووا اي شيء ما هو انا اقول لك حاجه في ناس كتار انت معايا انه اقول لك حاجه الحركه الاسلاميه دي ذاتها كمجموعه كده شويه جدا كويس في ناس كتار عايشين في السودان كويس بيجوا حركه اسلاميه عشان يعيشوا ايوه حاصل فينا كميه كبيره جدا الاغلبيه دار شنو دعونا يعيش صح صح انا مش اصلي معك في الجامع انا مش اعمل معك حركات الكيزان واقعد معك انا ما حركه اسلاميه لكن مضطر صح الكلام ده حاصل لكن في النهايه القيادات يا علي المؤثره كويس معك والله يا علي القيادات حاليا بتاع الوحدات كلها ما بتكلم عن القيادات بتاعت لا اسمه شنو هو المجلس العسكري والله من دفعتنا ومن الدفعه اللي ورانا والقدامنا والله شايفين انه صار قله ادب بتاعت اولاد ودلس عاليق ونفس النظره بتاعت هنا ده القيادات وحدات يعني قيادات وحدات بتاعت الويه وبتاع اسلحه يعني ده المرجى منه هم يكونوا شنو يرجعوا هنا التغيير ولا غايسان ولا ما هو عشان انت تبقى كده اسمعني عشان انت تبقى قائد وحده اسمعني عشان تبقى قائد وحده لازم تكون لواء صح قال لي حاجه لواء انا عارف الكلام ده انا بتكلم لك لحد ما او لحد عقيد كويس معاك طيب انت هترجم لازم ولا نغيب ولا رايد يعمل لك انقلاب او يعني يعمل لك شنو يعني ما حيقدر يعمل لك شيء هيقعد يبكي لك كده في الشارع زي غيره ما بيقدر يسوي شيء انا ملازم يعني او ملازمه وصلاحيتي فصيله ذاته ما اقدر بلمها اجيب لي فصيله واسلحها اسلحها منين المخزن ما بسلحني من غير تعليمات من الغايد شفت امبارح الحياه اللي حصلت في السوكي نعم السوكي شفت اللي حصل فيه شنو في السوكي شفت اللي حصل فيه كويس هاي تراك شنو بعد تدخل الوالي جاء ودى تعليمات لناس الدعم السريع انه اطلعوا وناس الدعم السريع بيطلعوا حتى تال الوالي وعد ذاك ناس الجيش يتصرفوا لكن في البدايه الجيش كان بيتفرج كانوا لا واقفين بعيد ومعاه انت تفسيرك للموضوع ده شنو؟ تفسيري لشنو؟ انا قلت لك انه القيادات اتحد
ما فيها كلام، الناس كلها يعني مع الثورة وأي شيء، لكن الغاد الفوق يعني يعني المؤسف إنه كلهم نفس نفس الطين بتاع المجلس العسكري، ما مرجو منهم. فأنت ما ماذا كثير على موضوع الجيش السوداني، والله بيخزلوك يعني صراحة، القيادات حتخزلك والأفراد دي اللي يضيعوا ساي. شوف أنا أقول لك حاجة، ما في زول مؤمل على قيادة الشعب السوداني. شوف أقول لك على قيادة الجيش السوداني، شوف من 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 لواء وأنت طالع، من عم بيزيد طالع، الناس كلها قنعانة منهم، الناس كلها بتفتش القيادات الوسيطة، في القيادات الوسيطة الناس بتحاول تبرمج مع القيادات الوسيطة، وهم هي القيادات الأكثر. يعني أقول لك حاجة، كتيبة الغايد بتاعها بيكون شنو؟ بيكون مقدم أو رايد؟ مقدم يا رايد، دي القيادات الوسيطة الممكن تتعامل مباشرة في القصة دي، دي الناس اللي بتفتش فيها. كويس، ما بنفتش القيادات الجيش، ما هو عندنا معاه الجيش بقياداته صح؟ أنا هل بيقدم حاجة؟ سؤال لك يا علي، كتيبة أو قول كتايب، كويس معاك أربعة خمسة كتايب يتصرفوا لك، هل حيقدر يعملوا لك انقلاب؟ هل حيقدر يحمل لك الشعب السوداني البطش بتاع الجهاز اللي يعرف الكيزان ده اللي عملوا انقلاب بشنو؟ بعميد، عميد شنو؟ ولا عميد ذاتهم، الغازيين دي اللي جابوا ناس الحركه الاسلاميه لبسوا لبس الجيش وقفوهم في الكباري. كويس، كان معاهم 150 150 واحد. كويس طيب يلا وكذا، وكم 30 ضابط علي، ده في حال انك قدرت تعمل انقلاب. اي ما انا داير اقول لك عن 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 انت معايا، شوف دائر انقلاب ولا دائر حمايه؟ نحن اذا دائر حمايه، شوف اقول لك حاجه، الحمايه في كلامنا اللي بنقول فيه ده افراد. يا اخي خليك من كده، احنا عندنا جهاز شرطي، اصل انا بتكلم اقول لك حاجه، بتكلم في حاجه واحده من قبل. يا اخي احنا عندنا شرطه قويه جدا، عندنا ابو طيره ده احتمال يكون اقوى من حميدتي. يا ابو طيره ده يا علي، علي نفس نفس الكيس الحاصل في الجيش حاصل في الشرطه برضه، قياداته كلها مؤتمر وطني او كلها يعني، فدي معضلة يعني. الجيش بيختلف من الشرطة، شرطة مدنية كويس، الشرطة مدنية توصيلة مدني، يعني بتتعامل مع شنو، مع الحضر. قلت لك بيقولون شنو، ابو طيرة احتمال تكون قوته قدر حميدتي. يا اخي قدر حميدتي، الشرطة السودانية اكثر من حميدتي، هذه حياتي كلها مقتنعين معك. يلا انت 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 كيف تقدر تحرك قياداتك دي كلها؟ ده هو ده برنامجك انت، قحط لو فاهمه كيف تقدر كيف انها تقدر تسلل الناس دي، قحطك عم بتفهم سياسه، كيف تقدر تتحرك مع القيادات الوسيطه حقت الجيش، التواصل معاهم انه يكونوا هم الشركاء الاساسيين في التغيير. طيب انت معنا ده كلامك ده بتدعو للاشتباك بين الدعم السريع وجهاز الامن والشرطه والجيش صح؟ انا مش دعوه للاشتباك، انت حتفهم على الوضع ده كيف؟ يعني انا سالي لك يا اخي، انا بقول لك حاجه، انت شرط لو انت يا اخي سؤال، هل هم حيسلموا السلطه؟ ما حيسلموا. طيب اها نعمل شنو؟ نقنع نمشي؟ ما تقنع تمشي. اها نعمل شنو؟ ده السؤال المحير هنا. شفت لا ما انت اقول لك حاجه، بشوف خلاص انت ما دام انت عارف انت ما حيسلموك السلطه وعارف نتائجها كلها، حتعمل شنو؟ حتحاول تشوف حلولك، تحاول تشوف الحلول. ده اي زول انت اللي كان ماشي في الشارع ده كويس، الشارع مقفول طوال، اول حاجه حتفكر تشوف حلولك شنو صح، حلف يمين طيب. حلف شمال، الشارع البياده بلف دكان ود الزاكي، حلف انا بغاي دكان ناس محمد بيجيبنا بجاي صح، بشوف حلولك يا علي. انت حتعمل شنو كحل اولي؟ حل اولي انه يعني عشان تتحل المشكله، اول حاجه قوات الدعم السريع دي تطلع برا الخرطوم، بعد ذاك التعامل معاه سهل. التعامل معاه كيف سهل؟ ها؟ تعاون معك كيف؟ انت سبب شيء، قلت له ما في قيادات، ما في قيادات جيش، قلت لهم كلهم كيزان. لا لو اشتبكت مع الناس زي يعني، لو قصدي لك انه اشتبك معهم كيف؟ انا ما انا ما انت قلت القيادات ما في، ما في قيادات اشتبك معهم، شايفين ان احنا تافهين كلنا، ولا الاولاد طلعوا في الشوارع ده كلهم او لص عليك. انت ما قلت لي انه حل من الحلول انه ما لا ما لا لا ما انا بشنو، انا بتكلم عن حسب رؤيتك وعلى حسب طرحك، على حسب طرحك انت طرحت، قلت قنعان من 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 الجيش، من قيادات الجيش، الا نتعاون مع القيادات الوسيطه، القيادات الوسيطه امكانياتها ضعيفه صح؟ نعم. طيب الامكانيات الضعيفه دي انت ممكن كيف تقدر تقويها؟ تدعمها بشنو؟ انت عندك 150 الف جندي جيش، عندك كم، 70 الف جندي بتاع شنو؟ شرطه. نعم، وحتى جهاز الامن، حتى جهاز الامن
في نسبة كبيرة بتاعت قوة العمليات انساه جهاز الامن يطلعوا برا حساباتك. لا لا هو 11000 فيه كويسين جهاز هيئة العمليات فيها ناس ما دارين يا ما دارين اي زول من جهاز الامن، اي زول شفتها عنده صلة بجهاز الامن ما دارينه. خلينا في الشرطة انا اديك كلام، انا اديك كلام الجهة الحاسمة برضو جهاز الامن. الدعم السريع ده يعني 40% من غاداته من الشغل التنظيم بتاعه من جهاز الامن حقيقة. والليلة الليلة الليلة كمان ازيدك من ازيدك ازيدك من الشعر بيت. الليلة ضم وحدة العمليات في جهاز الامن للدعم السريع اللي هو فيها حوالي 11000 يا حي الليلة للدعم السريع. دي حياة العمليات اللي بتكلم لك عنها قبل، قلت لك هي هو عبارة عن عبارة عن ناس غوش برضه، ناس يعني ناس الجهاز الامن العساكر والافراد المساكين اللي ما عندهم ظهر ولا عندهم ناي، ما بدون الوحدات السمحه بدون اداره العمليات. اوكي ما خلاص هسه انا ما لما قلت لك القصه كلها قلت لك جهاز الامن كويس والدعم السريع ده كلهم واحد. انت كيف تقدر تحرك جيشك السوداني؟ كيف تقدر تحرك ولا حاجه؟ ان شاء الله انا العب زي الشطرنج كويس. كيف تقدر تتواصل مع القيادات الوسيطه؟ كيف تقدر كويس تجمع قواتك بتاع الشرطه؟ كيف تقدر تتعامل مع قوات الشرطه؟ كيف انك تقدر تحكمه بالقانون؟ دي الحاجة اللي تقدر تتعامل مع أي اسم، تقدر تتعامل مع أي اسم. ألعبها كده، ألعبها عند قيادات عند قيادات الجيش ضباط أحرار. في 5000 منهم قابلنا شو ولا حاجة. الضباط الأحرار بتاع الجيش سنة في 2018 رمضان 2018 إحنا قابلنا منهم 5000 كويس، 5000 واحد من القيادات بتاعت الجيش كويس. المشكلة ما قدرنا ننظمه لأنه إحنا ذاتنا لأنه مجموعات غير منظمة كويس، وما ما في الاحزاب ذاتها راكضه في الواطه. كانت قابلنا في القاهره والله بتذكر في 2018 كويس، 5000 من الضباط الاحرار كان بيحاولوا يعملوا حركه حقت انقلاب وحركه حق كده كويس. عارف الكلام ده علي هنا في ضباط احرار ما في شك. كيف الناس تقدر تتفاهم معاهم؟ العساكر بتاع الجيش السوداني ديل من حضر الصول ليه جندي كلهم معك. الضباط ده من نسبه من رتبه ملازم ليه راي زي ما قلت لك. لا مشكلتنا ولا حاجه، دار ولا حاجه، بس اقول حاجه ديك مشكلتنا. مشكلتنا في الاحزاب والقوى السياسيه ما عندها تنظيمات حقيقيه كويس. حتى الحزب اللي كان معروف حزب الخفاء اللي هو الحزب الشيوعي طلع فشن كويس. هو شنو الحزب تحت الواطه اسمه حزب تحت الواطه الحزب الشيوعي كويس، اللي هو شغله كله خلايا في الواطه تحت كويس وخلايا في الجيش وخلايا جهاز الامن ده كلهم شغلهم كده في كل العالم بالمناسبه. الحزب الشيوعي كده كويس لانه هو ما عنده حريه الا داخل موسكو صح. الحزب الشيوعي كويس لكن في اي حته خارج كده يا حبيبنا. مشكلتنا مشكله احزاب ما عندها قيادات، ما عندها تواصل مع في الجيش في الشرطه، ما بيقدروا يحركوا الحي بعد روحهم وشتتوا في فتره طويله جدا والانغاز فلحت انهم تنتهي منهم. ما عندهم شخصيات كاريزميات كويس يعني شخصيه كاريزميه عشان تقدر تقود اي عمل وطني حقيقي ما عنده. يا علي الله سيبني من الاحزاب. انا متفق معاه انه الاحزاب دي كلها سجمان وما منها رجع كويس معاك. نحن داري الحل شنو؟ ثوره ثالثه. اوكي الثوره الثالثه ما هي كيف. شوف اقول حاجه، الثوره الثالثه احنا ماشيين على تضبط بس تضبط ثالث ما فيها كلام لانه اقول حاجه اقتنعنا تمام ما حيوصلونا. الدعم الجماهيري عاوز دعم معاه وعاوز دعم لويستي دعم بتاع حمايه كويس. يوم 30 يونيو عملنا شنو؟ يوم 30 يونيو عملنا حاولنا نجهز للحمايه دوليه كويس. حركنا الاساطير الامريكيه، كلمنا الكونغرس جاهز، الدنيا والعالمين دي كلها وخذلونا. اسمعني كلمنا عن 20 يونيو، كلمنا عن 20 يونيو حيحصل فيها شنو؟ خليك من كده الفاظ متابعه. حاليا في 20 يونيو كويس نحاول ونجتهد انه نلقى مدخل للجيش كويس، نلقى المدخل للشرطه. الشرطه هسه حاليا ما في شرطه، انت معي انه ما في شرطه؟ الشرطه ملتزمه اكسامه ما تطلع برا الشارع ما تطلع ليه؟ غاده عدم مقدره تعليمات من الغاده تعليمات الله يفتح عليك تعليمات منه. احنا نعمل شنو؟ انا يلا ابشرك كمان بحاجه اسوء. الشرطه انضباطيا اكثر من الجيش. يعني الشرطة نسبة إنه هما يتصرفوا لك تصرفات فردية صعبة شديد، صعبة شديد. الجيش يعني متعودين على إنه الواحد بيتصرف.
حتى يا اخي انا بتكلم معك الشرطه، الشرطه انا من اكثر انضباطا لان شنو شغاله في حته مدنيه كويس، اي عمل لها بكون مضبوط اكثر كويس. حتى في القانون العسكري بتاعه ولا والجزاءات بتاعتها الشرطه منضبطين اكثر من الجيش او بيطبقوا كان في عساكر اكيد ومضبط. طبعا اكيد لانها قوه مدنيه. ايوه لانها قوه مدنيه معاك في الكلام ده. يا حبيبنا عشان كده قلت لك التواصل مع القيادات الوسيطه، التواصل مع الـ 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 مع الـ 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 الضباط الاحرار في الشرطه وفي الجيش كويس، دي مهمه تنظيميه حقت قوه سياسيه. احنا انا واحد من الناس اقول لك شيء، قلت لك شهر يعني شهر في 2018 في رمضان 2018 اتواصلنا مع كل حتى ضباط الاحرار. احنا مش احنا كنقول حاجه كناشطين سياسيين وكنا سايقين الخط بتاع شنو انه لازم يحصل تغيير لازم يحصل تغيير. ده اللي عايز اقول لك، قعدنا معاهم في القاهره وكان مجموعه كبيره جدا اكثر من 5000 ضابط. البمنا عشان الناس تتواصلوا معاهم، هل التواصل معاهم انقطع؟ الناس دايرين دايرين شغل بتاع عمل سياسي منظم، عمل تنظيمي حقيقي. انا ما بقدر ادير عمل تنظيمي حقيقي من الخارج. عمل تنظيمي حقيقي انت بتكون قدامك وبتحكم شوف عين وبتحكم صح. يعني انا اقول حي اصلا انا بتكلم وبصرف كله وبقول وبعمل على شنو كويس، على اخبار على توقعات على 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 دراسات حق اكتر معايا اكتر من 20 نفر كويس يعني في الداخل وفي الخارج في اي حته على توقعات واخبار وتراكم اخبار وبقدر احكم عليه اقول له حاجه بقدر احكم وبعرف الخطوه الجايه شنو لوجستيا. لكن عشان تعمل عامل في الواطع عمل ما في زول الا يكون عنده خلايا تنظيميه حقيقيه. دي المفروض تعمل الاحزاب يكون عندها تواصل مع اي ضباط الاحرار يكون عند... وان الحزب الشيوعي ما سواه كثير قبل كده اللي الغالبون يعني ولا الحزب الامه ما عنده. شفت حزب الامه ده فيه مشكله واحده، ده حزب مسالم اي شغلانيه فيها سلاح هو بيجري منها 500 ميل كويس. الحزب الشيوعي ما عنده مشكله. الاتحادين دي الناس سهله، اسمعني انا اقول لحالي الاتحادين دي الناس سهله كويس، دارين نظام عسكري نظام جمهور نظام جنسه هم بيلقوا دليل وهم بيقولوا بيتعايشوا مع الدكتاتورين الاتحادين بيتعايشوا مع اي وضع. اسمعني الدكتاتورين دي اقول لحالي هو الاتحادين دي اقول لحالي بيتعايش مع اي وضع. شوف الناس بتاع الاكشن وبتاع الحركه واللي هو بخاف منهم هو الحزب الشيوعي ده. انا عايز اقول لك حاجه، حزب الامه ده مشكلته زي مشكله الجيش، ناسه اتحد كويسين عيبه في قيادته كويس ما تظبط. شوف انا اقول حاجه والله انا اصدق تصديقا لكلامك ده، شغالين مع اولاد حزب الامه دي من 2016 قاعدين في هسه في لجان المقاومه اقسم بالله. اقول حاجه اولاد زي النار بيطلعوا الشوارع دي. اقول حاجه بيقول لك احنا داقين مظاهرات الليله كده، احنا داقين اركان نقاش كده ماشيين كده ماشيين هنا اولاد انا شغال معاهم والله اولاد حربيين بطريقه مبالغه. يا اخي انت لما تطلع السلم اقول لك تطلع السلم الهربي بتاعهم فوق انسى. اول حاجه هم كلهم يعني 70 سنه زور زي ابوهم صدق المهدي ده زي ابوهم الزول ده مشربهم كويس انه الديمقراطيه شد الديمقراطيه حقت اللياقه ديك ما بتجيب اي حاجه. يعني صدق المهدي ده بنحنس فيه من شهر 12 من يوم 17 من ما جاء خرطوم من يوم 17 الى يوم 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 3/1 عشان يقول تسقط بس ما قال كويس. والى سقوط النظام قال يوم واحد وكان هو عمل حاجه تاريخيه كويس اللي هو الموضوع بتاع الدعوه حقت يوم 5 ابريل الصلاه حقت 5 ابريل طلب كل الانصار يجوا يوم 5 ابريل عشان اعمل خطبه نفس 5 ابريل كان سنه 85 قام عمل لنا عشان كده التاريخ طابق والرؤية طابقت. والشعب السوداني أنا عارف واحد من الناس قدمته في الناس كان كالآتي، كان في ناس بتقول يوم 11 أبريل الناس تخطط يوم 11 أبريل كويس. أنا دقيت جرس كويس اللي هو 11 أبريل واقع يوم الجمعة يوم الخميس. أنا داقي جرس كنت داقي جرس قلت لهم لا، أول حاجة إحنا أدروب ولف بنحب التاريخ ده زي عيوننا وحفاظين حفاظين قلت لهم 6 ابريل بس. قال لي 6 ابريل 6 ابريل يوم شنو؟ بيقع السبت. السبت اقصد بيقع السبت. قلت له وفي ذات حاجه كويسه عشان يكون اول الاسبوع احنا ما دارين كل مره الموكب يكون طالع والازدياد والضغط الجماهيري وننتهي يوم الخميس ننتهي يوم الخميس ونمشي الجمعه عطله ونرجع السبت من جديد ونرجع ثاني الخميس اللي بعده السبت. المهم كان في اختلافات كثيره قلت لهم اخواننا سميها مليونيه واتوه والشعب السوداني بيحب التاريخ
كويس. وفعلا الحمد لله صدق وصدق المهدي سعد دعا دعوته حقته يوم 5 ابريل. انا لما اتكيفت اول مره اتكيف منه لانه شنو 5 ابريل اتفقت لي مع 5 ابريل لكن بالرغم انه ما حاضره ذاته يعني الوقت ده عمري 3 سنين تقريبا، لكن وقعت لي في راسي انه ايوه دي كده خلاص الطابقه الشغلانه دي كده مطابقه ان شاء الله تنجح تمشي جدا. شكرا لك يا حبيبنا نجم. احنا انا فرصه للناس هذا اذكرك له انه يا اخي احنا الشعب مؤمنين ضامنين انه ما دام دايرين مليونات الشعب بيطلع بس رجعنا الحمايه ما تطلعوا الناس ودقبه ثاني في 200 300 ماتوا والله على حرام الناس تموت كده موت لا يعني يعني نفكر في الحلول اول بعد حاجه والله يا حبيبنا انا اقول لك شيء ساعد يكون موت بفائده يعني ذات الزول ساعد يموت بفائده انا ولا انت ولا اي زول موت لهدف كويس وتحقق ما بكون زعلان. انا ده كان مت الهدف كده اكون نتحقق ما بكون زعلان. شوف اول الحاجه اللي حصلت لي يوم 30 دي الحاجه اللي حصلت وفي كميه كبيره جدا من الشباب يعني قتلوا استشهدوا ربنا يرحمهم ويغفرلهم كويس وللاسف الشديد كان لمجرد الضغط. الناس صارت خطت يوم 30 ودعينا يوم 30 وجهزنا مش الناس الكونغرس وقدمنا ورق للكونغرس والكونغرس طلع بيانات الاتحاد الاوروبي طلع بيانات الترويكا طلع بيانات الاتحاد الافريقي ادونا الضوء الاخضر نعمل سبع زملاء. للاسف الشديد يوم 30 يوم 29 بالليل كان في اجتماع كان في اجتماع بين بعض القوى السياسيه والمجلس العسكري في بيت رجل اعمال واتفقوا انهم هم وافقوا على شنو امشوا في المفاوضات وحيوافقوا على المفاوضات كويس. للاسف الشديد اتفقوا انه ما يقطعوا الكوبري الكلام ده كان بيناتهم اتفاق بيناتهم وللأسف الشديد الكلام ده ذاته ما مشى لتجمع المهنيين ما مشى حتى تجمع المهنيين ما كان عنده علم به. تجمع المهنيين أنا كان بتكلم معاه أنا قلت له قبلها 3 أو 4 أيام قلت له أخواننا كنت بتكلم مع رجال المقاومة وناس تجمع المهنيين قلت له أخواننا نعلن مناطق للاحتصام نعلن مناطق محددة عشان الناس شنو نحتصم فيه والعالم ده كله واتشين العالم ده كله بعلينا نحتصم نمشي حتى محدد ونحتصم كويس نجهز حياتنا ونجهز مو حتى التنكرات بتاعت المويه اللي عملناها 6 ابريل جهزناها كويس على اساس انه نمشي. ناس يجمع المهنيين قالوا يا اخي قطعت النت دي كويس مشكله هون حيطلعوا ناس يقودوا المظاهرات دي ويشوفوا العدديه اذا كان العدديه كبيره. انا كنت مختلف معاهم قلت لهم الشعب السوداني جاهز 100% الشعب السوداني جاهز 1000 ما محتاجين انتوا تشوفوه هل هو حيطلع ولا ما حيطلع. قالوا لا داروا يشوفوا الوضع وتاثير الانترنت والحياه دي. المهم على كل حال صار طلعت المليونية قالوا الشهادة كتمويه بيوت الشهادة كتمويه وبعدها بيختاروا مناطق المفروض تكون في 3 احتصامات إذا الكباري ما فاتحة وإذا الكباري فاتحة المفروض يكون في احتصام واحد كبير في حتة ثانية ما حقول احتمال نحتاجه لقدام. المهم على كل حال اتحركنا مشينا يوم 6 أبريل يوم 30 يونيو الناس طلعت كميات رهيبة جداً تجمع المهنيين ما كان عندهم علم انه الكباري حتتم باتفاق الكباري دي حتتم اغلاقها كويس. ساطلعوا الدعوه الساعه 4:30 انه الناس توجه للقصر الجمهوري. انا واحد من الناس كنت من المحترضين احترضت عليه لسبب واحد كويس يا اخواننا القصر الجمهوري ده 6 شهور احنا بنحاحي له ما خلونا نوصل اصلا وصلنا 6 شهور بنحاحي ما خلينا اتجاه معه اخوي دخلنا بكركر دخلنا بشارع النيل دخلنا باي حته ما ادونا اي فرصه انه نخش القصر الجمهوري صح يا اخواننا احنا اسي ما دايرين اي التحام مع قوات الجنيوي دي ما دايرين اي التحام نمشي قدام. قالوا لا عندهم ناس وعندهم مسارات وناس ناس بحري ممكن يخشوا ساحل وناس ناس ناس الخرطوم ممكن يجوا ساحل ما في مشكله يخش لحد القصر الجمهوري. مشكله كلها كان في اتجاه الكوبري النيل الازرق هل يخش بغادي ولا بجاي بغادي بالكوبري الجديد حتبقى مشكله انه بعيده. المهم في النهايه الناس قالوا الكوبري انا طلعت على طوال قلت يا اخوانا القصر الجمهوري القصر الجمهوري الناس تمشي القصر الجمهوري. تم الضرب في الشارع الناس رجعوا المفروض الناس ترجع لما اماكن احتصام ما ترجع البيوت لا سؤال رجعوهم يا علي ضد المشكله لا هنا. المفروض تمشي لمراكز احتصامات طوالي الناس تجيب مويه وكيلو شراب وحياه طوالي ومناطق احتصام الناس كانت في شارع المطار كانت جاهزه انها تعتصم وكانت كميه كبيره مش شارع المطار انت في ام درمان كانوا لافين حوالي 7 مليون كويس 3 مليون لافين بيمشوا شارع المورد وبيجي شارع ال 40 مارس ولافين قبلهم. اذا تم توجيههم للميدان قدام انت مش دار القياده العسكريه قدام
كويس. سلاح المهندسين كانوا في ميلان كبير هناك. سلاح المهندسين الى اليوم واحد من الاسلحه ما تم تسليم سلاحه، سلاح المهندسين والمدرعات كويس ولا 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 والحجانه. لا المدرعات ما تتكلم فيها، ما عندك فيها ولا زول. لا دي ما سلموا سلاحه، ما عندي فيها زول لكن ما سلموا سلاحه. انا بتكلم عن على المعسكرات اللي ما سلم السلاحه للجنجويد كويس. عندك المهندسين ما سلموا سلاحهم صح. الناس حق المفروض طوالي تمشي تقدم تقعد قدام المهندسين، الناس هناك بنكون شنو؟ بكون قفلنا الجهه الكبرى ذا وقريبين جدا، لا اي تحرك يوم الثاني ممكن نخش خرطوم كويس. حتى باضافه حتى انا معاك غايه سلاح المهندسين ما فيه كلام، وممكن تعتمد على اللي قدام. الغايه الوحيده اللي بقول لك هسه في كذا فيه ضوء والله شوفه ولا حاجه. هسه احنا جايين لقدام، جايين لقدام وماشيين هسه قدام يوم 20. تسلم كثير، الناس بترتب تشوف تحت تعمل شنو. الناس مهما احنا بنسوي ما ذا شغل الاحزاب، ما اكذب عليك، ما منظمين زيهم، ما عندهم خلايا زيهم، ما عندهم تواصل. ممكن عندهم حاجه دارين في الدوله دي اللي قدام مدنيه، المفروض تواصلوا مع العساكر ديل القيادات الوسيطه، بيقدروا يشوفوا للسودان دي حلول جذريه، حلول جذريه ما حلول لنا. تسلم كثير يا نجم الدين، وشكرا لك. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا حبيب. تكلمنا كثير اخوان، تكلمنا كثير، اسفين شديد، اسفين شديد. السلام عليكم، انا خالد علي هباني. انا سعيد بتحت الفرصه، ودي المره الثانيه اتدخل معك. تسلم تفضل. كلمتك عن مشروع خارطه طريق الثوره اللي هو من 2014، كتاب الفته انا واشتغلنا الحمد لله في ديسمبر لحد هذه اللحظه. وانت وعدتني انه على الاقل تشوف الموضوع وتبحث، وزمان الكلام ده قبل 6 ابريل وقبل زمان، الصف ما شاء الله كله موحد والناس على بعض. الان مداخلتي بدايه حاجه واحده، انه الشباب الثوره دي في جزء من الشباب بيمثلهم قوى الحريه والتغيير. خلاص في شباب كثيرين كبار بمشاكل مختلفه ما بتمثلهم قوى الحريه والتغيير. قوى الحريه والتغيير خلاص بلغت القمه وبلغت اعلى ما يمكن ان تصلوا من كمال. خلاص وبعد شويه بتمشي السلطه وبعد شويه الانتخابات. الحاجه اللي انا دايرها مهم جدا انه، وده نقضي ذاته للثورات السابقه مثلا الربيع العربي. فانا كده كيف طيب؟ الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت فيهم ثورات قديمة، الثورات بتاع الربيع العربي، الثورات بتاع أكتوبر وأبريل، إن الثوار ما كانوا منظمين، ما كان عندهم كلمة، ما كان عندهم تأثير في المجتمع، ما كان عندهم تمثيل، ما بيتفاوضوا ما بغيروا. وللأسف حتى هذه اللحظة في المجتمع دي الشباب برضو ما عندهم تمثيل في النهاية، تمثل الحياة كله والبيوت يا سلام، ده صوتك عجيب يا اخي. يا حالك اللي ركب سماعه واتصل ثاني، قدم دعوه ثانيه ركب سماعه هنا. اول مره اتكلم فيها كنت حتكلم فيها. تذكروا اخواننا شهري 4 في ابريل 2019 رسي يوم 17 18، انا دعيت الشباب، قلت لهم يا شباب، الشباب كله الشباب الثوري والشباب ما عنده منصات حزبيه، ما منتبه للاحزاب، يكونوا كيان واحد كويس، وحافظوا على ثورتكم كويس، وابنوا مستقبلكم انتوا براكم كويس. انا ما جزء منكم، ولا دار اكون جزء منكم، ولا دار عمل سياسي، ولا عندي ذاته بال طويل لعمل سياسي كويس. الناس كلها الشباب كلهم اخواننا، دين نفس المشكله اللي وقع فيها سنه 85 سنه 64، نفس المشكله اللي وقع فيها كل الدول. الناس اللي قاموا بالثوره ابعدوا تماما من الثوره، اي زول قام بالثوره، لان كلها تقريبا الثورات غير حقيقيه. الثوره الحقيقيه هي اللي بتبرز قيادات جديده من داخل. الثوره يا اخواننا بتحصل بعد يحصل فشل سياسي كامل، بعد يحصل فشل سياسي في البلد بتحصل الثوره. الثوره هي بتشيل كل القيادات السياسيه الموجوده في البلد، تربيها في
الزبالة وبتطلع قيادات جديدة من بطن الرمح، يعني من رحم الثورة، كويس، هي تكون القيادات الحقيقية، القيادات الجديدة للبلد، وبتقدموا بشكلهم الثوري، كويس، لأنه العمل الثوري يا إخواننا معلش، العمل الثوري ما زي العمل السياسي الطبيعي، العمل الثوري بيكون فيه حبة غشوة، بيكون فيه يعني قرض للعادة شوية، بيكون فيه حياة، يعني ما زي العمل السياسي المنظم التبادل للسلطة السلمي، بيكون فيه غشوة شديدة جدا، كويس، تنفيذ الأحكام والأحكام والسرقة والقبض والحياة كثيرة جدا، كويس، دي عشان كده ثورات بيكون نجاحها في مدى خلق القيادات دي داخل الثورة. إحنا هسه الثورة اللي عملناها دي إحنا ما عملناها، إحنا عملنا ثورة سلمناش الناس اللي عملناها للقوة الحزبية، كويس، الناس اللي حققوا الثورة دي الشباب اللي كانوا جارين في الوطن وحققوا الثورة دي ما في شيء موجود لهم. حتى أنا ساعة مشوا يتكون بالمناسبة يتكون كيان، كويس، فيه 178 تقريبا كيان شبابي، كويس، ومشوا لإعلان الحرية التغيير ورفضوا ضموهن، كويس، واحدين أخذوا موقف قال لك لأنين في النهاية الناس تكلمت وتحاورت معهم انه يا اخواننا انتوا تاخذوا موقف من ثورتكم، ما تاخذوا موقف من ثورتكم، في النهايه الثوره دي حقتكم، اشتغلوا الشغل التطوعي بتاعكم اللي بتشتغلوه دائما في المواقف في المظاهرات في الحياه دي كلها، العمل السياسي خلوه لتر اون بعد يتم الاستقرار حق الوطن، كويس، الناس استقروا يخشوا حكومه مدنيه حتى ما عاد تخشوا في العمل السياسي، اما العمل الان خلوه عمل ثوري حقيقي لانه الثوره لسه ما اكتملت اركانها، لسه الثوره ما اكتملت اركانها، ودي الحقيقه الحيه الحاصله الناس حقوا تقتنع بها انه الثوره ما اكتملت، الثوره اصلا احنا في ربعها. المهم على كل حال انا لسه بجدد الدعوه انه كل القوى الشبابيه والناس اللي عندهم طموح حقيقي انهم يقدموا حاجه للشعب السوداني، يقدموا حاجه لنفسهم، يقدموا حاجه مستقبلا، يتحولوا دارين يعني يقدموا عمل سياسي. يا كنا الموضوع بتاع اعلان حريه تغيير اخواننا، اعلان حريه تغيير ده اصل هو الكلنا بنلتف حوله رضينا ولا بين، رضينا ولا بين، اعلان حريه تغيير اخواننا هو الكيان اللي بيضمن استمرار الثوره، اللي بيضمن استمرار الثوره، ننبذه نقول فيه ما نقول نحاول نصلحه، بس هدفنا كله انه نحاول نصلحه ونمشي لقدام، بس كعب اي شيء اي حاجه يكون هو لا، كلنا لازم نكون تحت المظله دي قصدا عننا راضين ولا راضين، المظله دي اخواننا ما بنرضى بها تدبرها. بالمناسبه انا ولا حياه قبل كم يوم حصل اختلاف بالبيان حق الحزب الشيوعي طلعوا كويس، وضربه الجزاء ضربت للناس من ورا دي، والله العظيم الناس كلها ساعي، الشباب دول كلهم ساعيين واحنا شاعين ويزوا ساعي عشان شنو نبلط الشلخ اللي حصل ده، يعني نقفل الشلخ اللي حصل بين القوى الحزبيه دي، عشان لانه المظله دي اخواننا مظله اعلان الحريه تغيير في النهايه يا اخواننا دي المظله حقت الثوره، رضينا ولا بين، بيعملوا اغلاط كثير غلطانين واخسوا الناس وعملوا السبع زمتها كويس، اي لكن في النهايه ما عندنا طريق غير كويس، لانه شنو؟ لانه هي المظله حقتنا، الناس كلها تحت وما حنفك المظله دي نهائي، لو في اي زول كان في حزب حلف طلع ما حنفك المظله، الناس كلها تتمسك بالمظله حقت اعلان الحريه تغيير كويس، هم فاشلين اي فاشلين، نحاول نصلحه والله ان احنا فاشلين الفشل الود. ربنا خلقه ما قدروا يقدموا حاجه من يوم ما جينا نطلع من يوم واحد، نحن بس هي دول المهنيين لحد ما سوى 6 ابريل، يوم بعد 6 ابريل نطلع ما قدموا اي حاجه، ولا حد يتحداك حد اي زول من يوم ما جينا نطلع يوم 11 او 12 للي اللي قدموا شو ما قدموا اي ما قدموا للثوره السودانيه دي اي حاجه كويس، المهم قاعد نقول ربنا ان شاء الله يا اخي يصلح حالهم كده ويقوم يقدموا لنا حاجه ان شاء الله كده يصنع هو ياكل المظله الملتفين حولها، احنا ضروهم نقول اخواننا احنا كلنا تحت شنو اعلان الحريه والتغيير ونمشي لقدام، نمشي لقدام، هاي فاشلين والله العظيم فاشلين، لكن نحاول نصلحهم، نحاول نقول لهم يا اخواننا كويس يا اخي الحل بسوف هذا غلط، يا نبذهم هنا في اللايف وانا اقول شنو اضرب لهم تليفونات، انا زي ما قاعد انبذهم في اللايف يا اخواننا تخيل بنفس المنطقه اضرب لهم تليفونات قاعد اورك وانبذ وجوط واتحرق واعمل اي حاجه، لكن نمشي قدام، نمشي لقدام، والمشان كذا بشنو الالتفاف تبغى منفك، الالتفاف ده احنا عاوزين نكون قوي، لكن قوي شنو باتفاق؟ ما قوي بالرجال، قوي باتفاق، قوي بالحاجه في المصلحه العامه كويس؟ في هن مشكلتهم شنو بتاع في القوى الحزبيه دي؟ القوى الحزبيه دي مشكلتهم الزول اللي بيلقى فرقه في حزب ثاني يشوف شو بلنتي اصلا مقصر اصلا مقصر، شوف اقول له حاجه الحزب الشيوعي دعم شنو؟ شاتم بلنتي قبل كم يوم قالوا الاتفاق ده لا شفته لا رايته شاتم بلنتي تاخ جول طوالي بس نفس الحكاية حزب الأمة اللي قال حزب الشيوعي طبعا قال ذي الناس ما عاوزين اتفاق ولا أي حاجة شاتهم طلعوا بيان قوم طوالي دي الباصات العرضية اللي قاعد أتكلم فيها دائما أنا كويس دي الباصات العرضية اللي قاعد أتكلم فيها كويس أن ما عندهم عمل جماعي
ممكن يجيب جون قدام هناك، لكن ممكن يشوتوا بيناته اي واحد يشوت باص عرضه في الثاني كويس، اي زول يشوت ده حزب يشوت في الحزب، لكن باص كده منتين كلهم سوا يكونوا في يد واحده في يد واحده كده يمشوا لقدام، هذه المشكله الحقيقيه. مشكله الله اقول الحزبيه السودانيه انه اي زول بيلقى فرقه في الحزب الثاني اصلا مقصر، اصلا والله اصلا مقصر. يعني الاتحاد اللي قام فرقه في حزب الامه بشوته طوالي، وحزب الامه اللي قام في الاتحاد بشوته طوالي، السواعي بشوته كله نجوز. دي مشكله الشعب السوداني، مشكله احزاب السودانيه. لكن في النهايه نعمل شنو؟ هذه الرقوبه الخلاها لنا ابونا، كويس الاحزاب دي الرقوبه الخلاها في ابونا، نقعد فيها ونصبر ونمسكها كويس ونعرشها كويس وتظل لنا ونمشي لقدام بها، ولا نفرتقها ونقعد في السحر كويس عليها. على الاقل بس احنا بجينا الرقراق تحت وبيحرقنا، لكن كان شلناها نقول جينا كلها دي الرقوبه اللي قاعده ما عندنا غيرها، وانا اقتنعت انه ما في احسن من كده كويس. فيا شباب الناس اللي صوهن اعلان حريه التغيير، والناس الناس اللي عندهم مشكله مع اعلان حريه التغيير كلهم، انتقالنا اصلاحي، ننتقد عشان نصلح، عشان الناس تقدم والله العظيم، عشان احنا مشكلتنا كلها عاوزين اعلان حريه التغيير دي احنا بغيادتهم واي حاجه، وما داري منه واحد نازعهم في سلطه، بس عليك الله مشو، بس عليك الله حق يقول لنا هدف واحد اي هدف، عليك الله حق يقول لنا اي هدف اي هدف. انا والله العظيم معاكم يعني غلبا وغالبا، وممكن ان ما في دول حي يزحمكم في سلطه كويس، حققوا لنا حاجه انتم من يوم 11 يوم 13 الى الان ما حققتوا اي هدف، كلام نسمع كلام بس كويس، حنعمل وحنتفق وحنعمل. مرحبا تكلم، هاي سامعك سامعك قول الو. طيب تكلم والله. مرحبا ده قال لي زول، ده قال لي قدومك دي ما قدوم سوار يا اخي، شو زول الحاق قدم عليكم على القدوم هسه، انا سالتك يعني. هلا مرحبا، اهلا وسهلا حبابك، تفضل اخبارك على الهباني. اهلا وسهلا حبابك، مرحبا تفضل. يا على الهباني انت بالضبط عايش شنو؟ مره مع اول حريه التغيير، مره ضدها، مره مع انت عايش شنو؟ انت احنا طيب. علي انت عايش شنو؟ اقسم بالله من جوا نفسك ما عارف. انا ما ضدك، انا اي زول انت لا انت تتكلم براك، لا انت بتعمل لدول اضافه، انت بتعمل لدول اضافه وتتكلم براك. علي انت عايش شنو؟ سالتني عايش شنو بالضبط؟ انت مع منو شايد على وين؟ طيب اجاوب لك يعني 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 خلينا نتكلم، لان انا عارفك لو تكلمت ما حتسكت يا علي. طيب وانت تتكلم واحنا رجعنا الثوار وكانك قاعد مع الناس في السودان. علي والله العظيم انت عايش شنو ما عارف. فما انت ما تخليك متناقض، خلي رايك واحد. مره اعلان حريه غير تمثلنا، لا احنا قاعدين في ركوبه، لا نلتف حولها. انت ما حتى نفسك قاعد تقول في شنو يا علي؟ انت مركز بقى قاعد تقول فيه؟ مركز يا رودي يا اخي، ما انت سؤالك ده مهم. ما تتكلم بلسان الثوار، احنا وديناهم واحنا جبناهم وانت خارج السودان، كلنا خارج السودان، لكن ما بنتكلم بلسانه، ما بنفاضل عليهم لان ديل قاعدين في السودان وهم بناضلوا، انت بتناضل باللايفات، ما عندك حاجه غير اللايفات بتاعتك دي بتناضل فيها يا علي. طيب تمام؟ طيب انا عارفك لو تكلمت ما حتسكت وما حتدي الناس طريقه، انت بتتكلم لنفسك. انت عارف يا علي بالمناسبه بقول لك حاجه، انت كنت انسان محبوب جدا وفقدت شعبيتك، سالت نفسك فقدت شعبيتك دي ليه؟ شعبيتك يا السؤال ده؟ ها؟ شعبيتك طيب حاجه، انا متابعك من يوم اول شيء اللي هو قبل الثوره ذاتها اللي هو بموضوع بلو اشرب ميته. عليك الله سيبي انت شنو غير انك خربت اقتصاد السودان وخليت الناس تقف في الصف؟ وانت عارف السبب شنو؟ والله العظيم انت يا علي. الناس بالنشر مذكر الحمله دول ما مذكره ولا مو مذكره؟ اللي قام بيا منو؟ انا طيب استفدت شنو لما الناس وقفوا الصفوف؟ اها في البنوك عشان الواحد طلع له 1000 جنيه يمشي تعالك. الله يسألك استفدت شنو؟ عشان اقول يا سلام على هبان مناضل. طيب ممكن خلاص استفدت شنو؟
انا عايز ما طيب انت بتزعل فيني انت بتزعل انت اقول حاجه انت بتتكلم انا عايز اتكلم كلامي بس يا ريتك ما تكفي تمام طيب ما انا عايز اتكلم انت ما انا عايز اتكلم كلامي وخلي لك انت تتكلم اتكلم كلامك سجل 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 نقاط انا سامع كلامك لان لو اتكلمت انت بتدافع لنفسك بس انا بسكت انا بسكت كلنا والله العظيم كلنا ضد المؤتمر الوطني والله انا بقول لو بقى مؤتمر وطني بكره احاربه لكن يا علي انت بتعمل في حاجات ما عارف مساويه شنو الله يسالك يعني انت بتجيك نوم يا علي من قصه بلوش رموته لحد الان الناس شغاله بالشيكات وتقف في الصفوف استفدت شنو بس انا عايز الم فيك من زمان عشان اقول لك يا علي استفدت شنو من بلوش رموته خربت اقتصاد الشعب السوداني صح ولا ما صح الله يسالك قعدت مع نفسك في الحته دي سألت مع قعدت مع نفسك قلت بالله الموت ده انا استفدت منه شنو؟ انت تتكلم عن اقتصاد دولة كاملة يا علي بالله الموت بالله الموت الناس وقفت التحويلات الناس وقفت الصفوف يعني انا صفق لي على هباني استفدت شنو يعني؟ استفدت شنو؟ انت مفتكرين الثورة دي انه بيطلع لايفات اللي بيطلع لايفات لا لا يعني في النهاية حيدوا منصب ولا حيدوا خلصت تفاضل يعني على الناس؟ دي يا اخي انت خلصت كلامك؟ اسمعك ما انت اقول كلامه كله عشان اسمعك تمام دي مداخلتي يا علي وكلنا والله مع الثوره وكلنا ضد الكيدان وكلنا ضد المؤتمر الوطني والله العظيم ودي شيء بعلم ربنا لكن يا علي راجع نفسك انا بخليك تتكلم انا كنت بتتكلم براك اوكي طيب السلام عليكم عليكم السلام اخوانا الزول ده كلام واضح جدا الزول ده بيتكلم عني انا ده كويس يتكلم نمره واحد واحد لكن مع مجموعات كثيره جدا في الواطه ومتفاهم والناس بتحاول نعمل شكل الديمقراطيه ده كله الناس تفكر دار تعمل شنو ودار تصل لشنو كويس والنتائج اللي ممكن تعملها شنو وتخطط وتمشي قدام مجموعات قول ايام مقاومه وحياه دي كلها عشان كده ساعات اقول احنا سوينا واحنا فعلنا وانا سويت وانا فعلت وانا سوينا كده لانه كنا احنا يعني اشتغلنا شغل الحقيقه يعني انا قاعد في الخارج لكن النهار كله في الداخل يعني اي حاجه بتحصل في الخرطوم بتلقى الخبر قد اول زول بكتب انا اول واحد بكتب الخبر انا طوالي كويس الحاجه الثانيه انا ما عارف اقول في شنو كويس مره مع اعلان حريه تغيير مره ضد اعلان حريه تغيير مره لا انا واحد اول حاجه غير محزب نمره واحد انا غير محزب تمام ويس ما تابع لأي حزب أنا مع الشارع السوداني مع الشعب السوداني مع الإرادة الشعب السوداني بمشي كده عشان كده أقول حاجة بتغير على حسب المتطلبات إعلان الحرية تغيير عمل حاجة كويسة بهل اللون وكبر اللون ورفع الدين فوق وقول لون يا أخي أحسن ناس وإحنا أمشي لقدام غلطوا بديهم في راسه ويس بسيط جدا ما عندي ما داير أي هدف سياسي ما عندي أي فكرة إنه يكون سياسي لقدام ويس ما داير أي حاجة لقدام عشان كده أخوان بقول لك يا حبيبنا أنا ما عندي أي طلب سياسي مع الشعب السوداني مع الشارع السوداني مهما يكون كويس دايره الشعب السوداني شنو أنا معه الشعب السوداني قال يا حرية سلام وعدالة وثورة خيار الشعب نمشي قدام في الحتة دي نمشي قدام في الحتة دي يا كيف حكايتين تقول لا يا أخي أنت ما عارف هاي علنا حرية تغيير أقول لها حاجة والله العظيم وعز الجلال الله أنا من أول الناس كويس عمل علنا حرية تغيير لا كنت شاك إنه الأحزاب دول بتعمل حاجة كويس وقفت كثير يوم ثلاثة يوم أربعة اقتنحت إنه ما في حل لنا نكون شنو كلنا يد واحدة وناس يجمع المهنيين قاعدين كلنا إحنا في جروب واحد تكلمنا يا إخواننا إنتوا الأضمان الأحزاب تضمنوها الناس جايين من فوضات قالوا بتضمنوها كويس بدينا مشينا تكلمنا مع كل الأحزاب وأنا واحد من الناس ومعي صاحبي اسمه ألف با ألف شين مشينا لفينا على كل القوى الحزبية من ضمهم عن عمك علي محمود من كل الناس قلنا يا إخواننا بس التجمع ده الناس كلها تكون فيه عشان نبقى على قلب رجل واحد نمشي قدام انه ما في مفاوضه مع النظام بكل الاهداف والحمد لله الحياه تمت ومشينا قدام تمت يوم 6 ابريل برضو نفس الحكايه قدمت الدعوه انا مشينا على الناس كلها كمجموعه وكعلي هبان انا قدمت الدعوه حق 6 ابريل مشينا كلنا قدام بس ما عندنا اكثر من كده بس ما عندنا مطالب سياسيه ما عندنا مطالب سياسيه ما دار حاجه غير يا اخي غير حريه للشعب السوداني ما دار حاجه غير حريه لنفسي ولاهلي ما دار شيء يتبقى يقول لي يا اخي تعالوا شنو اي عملت انا اقول لك حاجه اقول لك شيء انا في حياتي كثير عملته اول حاجه الحمد لله حق البلوشر مويته شوف احنا 2017 بدايه 2017 شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 كويس كانت في حركه كثيره جدا اللي هو الدعوه تحزب الشيوعيه يوم 17 يوم 1 2017 يوم 17 2018
يوم 18 ويوم 19 دعوة حزب الأمة، ويوم 19 كانت دعوة حق الاتحاديين، وكلهم فشلوا. عاينا أخوانا الإنغاز، الإنغاز ما عنده إلا حاجة واحدة، الإنغاز دي مشكلة، المشكلة المالية، الإنغاز دي ماسكين الشعب السوداني بالقروش، الإنغاز دي لأي زول بيفغروه بيفغروه عشان يتحدر يتحكم فيه بالقروش. نعمل شنو؟ قاعدين في الحراك الوطني الموحد، قاعدين يا اخواننا نتصرف كيف يا اخواننا؟ احنا مشكلتنا على الانغاز دي بالناض، الحروبات حقت الحركات المسلحه دي ما بتقدم حاجه، ما بتقدم حاجه، يعني كلها يعني حروبات في الاطراف ما بتقدم حاجه. نقدر الانغاز نقدر ناكله كيف؟ كويس. طلعت لي وانا قلت له حاجه، ولا حاجه، الانغاز كلها مشكله الماليه كويس، والسوق السوداني سوق ضعيف بيعتمد على الاشاعه كويس. اذا ما هاجمنا الانغاز بنفس الطريقه اللي بتهاجم بها الناس الثانيين نقدر. الانغاز مجوع على الاحزاب، الانغاز مجوع على كل الناشطين، الانغاز مجوع على كل السياسيين، ما لاقين ياكلوا ويشربوا كويس، وبيطلعوا برا البلد عشان بيتجوعوا اقتصاديا، بتمنعهم من الشغل، بتمنعهم من شنو؟ انه لقمة العيش دي الحاجه الحاصله. نعمل شنو؟ نضرب الانغاز ماليا. نضربه كيف يا اخواننا؟ نعتمد على الاشاعه، ونعتمد على اخواننا التجفيف المالي للسوق السوداني. كيف الحياة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة دي أنا دائما قاعد أقول حياة واحدة، الثورة دي بدأت بكلمة واحدة، بدأت بالكلمة حقت البشير، قروشكم دي المختربين كان إحنا كويس تبلوها تشربوا مويتها. أيوة بزير دي زي شنو مسداء، دي الغش التي غصمت ظهر البعير زي بقول، تبلوها وتشربوا مويتها جدا. استلمنا الكلمة دي أنا شلتها وجيت هنا ده في طرب استخدت في قروش، قلت يا اخواننا قروشنا دي احنا مغتربين ما بنرسلها السودان، نبلها ونشرب مويتها ونخد تاخد. اخذت دولار في كوبايه وشربته كويس، وعملت الفيديو ده، وبعديها الناس كلها جات بعديها في الحمله دي تبل واشرب مويتها، ووقفنا القروش من الشعب من الانغاز، وقفنا القروش من الانغاز. الدولار من 15 بقى ب 53 كويس، الانغاز ثاني رجع ب 33 كويس. بعديها بشهر عملنا انفعاليه حقت ماريل، ماريل عملنا مظاهرات في الشوارع، وعملنا الحياة دي كلها، تعرضوا للضرب وتعرضوا في مارس أبريل 2018. طلعنا بحملة بعديها طوال اسمها مالا تودعوا وادعوا، اللي هو سحب كل المبالغ من البنوك كويس يا أخواننا، أنه ورينا الناس أنه الإنغاز ماشي في فلس، وين القروش دي كلها؟ حد الشارع والمفروض ما شنو؟ سحبنا كل المبالغ. أي زول بيعرف ناس، بيعرف تجار، بيعرف أي حاجة، دنانهم في شكل أخبار سرية انه يا اخواننا اسحبوا قروشكم من البنوك كويس. فلشنا بالانغاز، علمنا بها الله ورسوله، بيقوم مرتبات الجيش والجنيويد اللي مشغلوها من بنك السودان اكيد ما بالقروش القوه كويس. دي سويناها، اي سويناها لشنو؟ دمرنا الانغاز. وكان ما سوينا لا كده، ما كان في نزول واحد بيقدر يحرك، ما في زول بيقدر يحرك حاجه كان في الانغاز، لانه كانوا مسيطرين على الناس. من لا يملك وجوده لا يملك قراره. الانغاز كان مسيطره على الشعب السوداني ماليا، الانغاز كانت مسيطرة على الشعب السوداني ماليا كويس. احنا فلسنا بها ذاتها، بقت تكوس في القروش، هاي دعمناها كويس، وده كله عشان تحصل الثورة. والمناسبة رجوع الدولار، رجوع الدولار الى سعر مدني اقل من 1000 جنيه، سهل جدا في السودان، سهل اكثر مما تتوقعوا ذاته. الحلول الاقتصادية بسيطة كويس، دولة عندها كله، ان عجلة الانتاج اذا دورت يوم واحد الدولار بينزل. احنا مشكلتنا كيف نقدر نشيل البشير عشان الدولار ينزل؟ كيف نقدر؟ شوف البشير دفعت الدولار ده برغم المشاكل الحاصلة دي وتوقف عجلة الانتاج، الدولار بيصحى في 65. ليه؟ لأنه الدولة ولا حاجة أساسها متين. هي الدولة كما أساسها متين بكمية السرقة للنهب التملادي، ما بتكون دولة فيها حق الدولار يكون بمليار، حق الدولار يكون بمليار. ياخي رجوع الدولار للسودان، نزول هبوطه سهل جدا، أسهل من أي إصلاح اقتصادي. منهم رجع الدولار لعشر جنيه ثاني يوم الصباح، ما في مشكلة، البلد عندها 60,000 حل. بس عشان كده انا بقول لك يا حبيبنا، تفضل تتكلم معي. اي احنا فلسنا بالبنوك السوداني، فلسنا بها عديد كويس، خلينا الناس كلها، وطلعنا حمله كانت بتكلب جدا اسمها مالا تودعوا وادعوا. انا كنت بطلع بقول للناس يا اخواننا عندك قروش خد بها عجله، وخد بها خرده، خدها في راس بالك سعرها بكون ثابت، اكيد الدولار راح يمشي. شيل قروشك خد بها غنمايه، خد بها سخيل، خد بها خرفان، خدها من ورا في البيت، شيل قروشك خد بها طوب، شيل قروشك خد بها كار، خد بها حمار، خدها. اي قلنا الكلام ده عشان الناس تشيل قروشها، عشان نشيل قروش كلها من البنوك ويحصل فلس الانغاز وتسقط الانغاز، وفعلا الانغاز سقط. عشان كذا انا بس في مرات انا بستغرب بضحك، في ناس بيقولوا الثوره دي حصلت صدفه، الثوره دي ما حصلت صدفه، ما صدفه ولا اي زول بيعتقد ان الثوره دي، حتى ناس الاحزاب بيعتقدوا ان الثوره دي طلعت كذا صدفه، ما صدفه. الناس اشتغلت فيها، تعبت والله، مجموعات شباب والله العظيم زي التراب، كميات الاف
اشتغلوا في الثورة دي عشان تقوم الثورة دي بطريقة ما تقدر تصورون قدر كم أو عددهم كم، كميات كبيرة جدا عملوا الثورة دي هاي. عشان كده في واحد يفون عارفون زعلانين من التهميش اللي بيعملوه الناس قحط وبيحتبروا إنه جيل دال رجبو في الثورة، بس خلوهم يقولوا لهم خلوا بعد ما نلقاهم. لكن أقول له حاجة، إحنا فلسنا بالإنغاس عشان فلسنا ويس بالبنوك السودانية عشان نقدر ننزل الإنغاس، وكان ما كان فلسنا بها ما كان نلغز. والحزب الأحزاب دي حاولت شهري 1/2018 وفشلت. لكن إحنا جهزنا لها صح. التحية لكل السوار السودانيين، كل الشباب السودانيين الشغالين في سر. واستنى كان لاحظوا مرات بقول يا أخي صاحبنا ألف شين، صاحبنا صاد را، صاحبنا كده بقى كمية من الشباب، كمية من الشباب اشتغلوا في الثورة دي عشان تقوم الثورة دي، عشان الثورة تبقى لها تلقى لها أساس تقوم عليهم. كويس يا إخواننا، الناس ما تتكلم ساي. إعلان الحرية تغيير أنا ما عندي معه مشكلة، إعلان الحرية تغيير أنا داير يكون منجز، هو فاشل حاليا، أنا عاوز يكون منجز، وإذا ما رجع شعب السودان للقواعد وفي الأرض حيكون فاشل. دير هذا الموضوع عشان ما يكت لي كلامك، معلش أخي أنا ردت لك فترة طويلة. كلامك ده بالعكس دمر الاقتصاد والناس. دمر الاقتصاد شنو؟ دمر الاقتصاد. احنا ما استعجلنا في استعجلنا انه نفلس بشنو؟ بالبنوك السودانية. استعجلنا لها وفلسنا بها. كويس؟ والحمد لله كانت النتيجة سقطنا البشير. دي الضريبة اللي كانت الناس حقه تدفعها. كويس؟ عبر سنين دفعات في فترة واحدة والدولار ثبت وبينزل. أي حلول اقتصادية تخلي الدولار يطلع السما ثاني ينزل. جدا جدا. والله يا حبيبنا بتقول لي يا اخي انكم دخلتوا الاحزاب. شوف انا اقول لك حاجه، 2018 الناس كلها كانت بتقول كلام واحد، كويس، بيقول انه ما عاوزين احزاب. كل مره انا كان بطلع لافات بقول يا اخوانا الاحزاب السياسيه تعرضت لتهجم وتعرضت الى 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 والاحزاب السودانيه مساكين والنازل فتتوهم وشتتوهم وعملوا لهم وفعلوا لهم. بحاول ارجع الناس يخشوا يرجعوا للقواعد بتاعت الاحزاب بتاعتهم القديمه او يرجعوا. لكن والله كلامكم صح، انا طلعت الوحيد طلعت غلطان. الاحزاب دي فاشله. قلت بس الحمد لله موتكم في النهاية سحن مقتنعين بها، بس إنها الرقوبة. شو تبرق راق بتاعد إن الرقوبة ونعمل شنو؟ ما عندنا حل، كان في خيارات تانية كان نطينا فيها. كويس؟ يعني ما في خيارات، درق راق بتاعتنا نمشي لها قدام، ما عندنا حل. لكن شو أتحدى أي واحد من الأحزاب وتحدى أي زول بيقول لي الأحزاب ده أنجز الحياة، بس يقول لنا من يوم 13 أبريل إلى الليلة قدموا شنو؟ ودوا الشعب السوداني الخطوة لقدام شنو؟ أنجزوا لنا شنو؟ ما في حياة، لكن نعمل شنو؟ ما عندنا حل، نمسك فيها إحنا أنا قحط تمثلني بعد ده كله. أنا بسميهم غلطة طبعاً. كويس ما بسميهم غلط. كويس تمثلني ما عندنا الخيار، هو ده الحياة بتوفر في السوق، ما في حاجة أكتر من كده. ما إحنا ك ك كحركات شبابية ك كسوار ما يهدي، ما منظمين إخواننا، والله العظيم ما بنقدر نقدم حاجة لأنه ما منظمين. هنا النازل هنا المنظمين، قلنا لهم هاكم دي صورة جاهزة قاعدة في أكياس، شيلوها في شمال البيت بس إذا شبكونا نحاورنا حاورنا وحاورك. هذه النتيجة الحمد لله ما في حل، بس الحمد لله رب العالمين. تفضل أستاذ آسيا، قدمت لك دعوة يا مبارك. مبارك ما عندك دعوة والله. عمر يا اخوان اقسم بالله، يعني اصلا في ناس بيقولوا لي قدمت لك دعوه يا عمر، بيتكلموا عن قروش، بيقول انا شلتها ولا ما شلتها. يا اخوان والله اقسم بالله انا شايف الكلام ده عيب اكثر من ذاته، يعني اي حاجه زول يتكلم فيه. مرحبا عمر. السلام عليكم. تفضل، اهلا وسهلا. تحياتي لك يا استاذ علي هبالي. تسلم كثير، شكرا. تفضل.
انا دخلتك بالك مع اللي كان بيتكلم معاك داك سيد ولا هو اسمه منو بيقول لك يعني دمرت الاقتصاد وكده، فعايز اقول له انت يعني هو الاقتصاد ده اصلا كان مدمر، اصلا هو دمرهم وهو كوز، لانه ما في وقت زي ده ما في سائر بينتقد له سائر معاه. نحن في لحظه حريه، ما لحظه نقعد ننتقد في بعض، في لحظه مفترض نحن نتماسك عشان نقدر نواصل زي ما كنا متماسكين قبل، زي ما كنا متماسكين قبل احتصام القياده، ووصلنا لاحتصام القياده ليه؟ بتوحدنا وبتماسكنا. فبعد الاحتصام حصل شنو؟ الناس بقت اي واحد يعني خلاص حسوا بنفسهم زي انهم وصلوا لبر الامان، وبقوا اي واحد يعني يدعم في الثاني. ده السبب اللي خلانا احنا ما نقدر لحد الان شنو نتماسك، ولحد الان في عندنا شكوك في بعض. فانا شايفه يعني واصل في طريقنا ولا ما يكون في شكوك، ده للناس السائر الحقيقي. اما الكيزان اللي بيشككوا فانت فهم كيزان ظاهرين يعني خلاص، اي واحد حيشكك في الثاني ده فوز، ما واضح. ف معلش يعني انا عايزه تسلم كثير على كلامك، تسلم كثير، يديك العافيه. فانا عايزه اقول حاجه واحده، وقاعد اقول لك في تعليقات في بوستاتك وفي بوستات اي زول اكتبه وفي اي لايف قاعد ادخله، عندي طلب واحد انا بقوله. دايرين مليونيه 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 الوفاء للضباط المعتقلين الشرفاء زي حامد ومحمد صديق وعمر الفاروق وامثالهم، من اللي وقفوا معانا لما نحن دخلنا القياده ما ردينا لو معروفهم. نطلع مليون مية اسمها مليونة الوفاء. والله كلامك صحيح، يعطيك العافيه. فبس يا ريت يعني تحاولوا توصلوا يعني المليونيه دي نعملها لهم، هم على الاقل يكون لنا عين ثاني بعدين نطالب انه نجي يضيفوا معانا نشوفوا انهم فتحياتي لك، ويا ريت يعني كده تعملوا هاشتاج للحاجه دي. انتوا ناس يعني عندكم مشاهدين، عندكم هنا، وصلوا الكلام ده لتجمع المهنيين، يحددوا يوم ليهم ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم كثير يا اخوي، تسلم كثير. الله يسلمك. الله يعافيك. اخواننا احنا والله العظيم يعني الوحده هي كانت نجاحنا. اهلا وسهلا يا علي هباني. اهلا وسهلا، تفضل يا استاذ يا محترم. الله يعافيك يا اخي، الله يسلمك، تفضل. والله يديك العافيه يا اخوي، يديك بقدر ما يرضيك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. راجل اسيا واسيا ذا رجال، وقلت لك بس ياخذيني يا اخي لدعوه بس ياخذ اللي عليه هباني ده. جدا كويس، تسلم، تشرف في الدنيا، تفضل. علي طلاق بالثلاثه، انت زول ابن حلال من امك لابوك، وانا والله ولا كوز ولا تجمع ولا هنا، انا ساير ورزق اليوم باليوم، لكن انا متبع. نعم. انا متبع انا لايفاتك دي، والله العظيم ابن حلال من امك لابوك ومناضل، والله يحفظك يا رب العالمين. ورمى قدام بس يا اخو، ده بيقول لك يا اخي، لا يا اخي ده بيقول لك ده ياخذ الاقتصاد والاقتصاد. الاقتصاد ده يا اخي مما جات يا اخي الانغاز دي يا اخي مدمر، ورب الكعبه مدمر، والاعراض بتذبح في الشوارع، ده اللي بيتكلم ده عن الاقتصاد ده. نحن والله الحاله اللي وصلنا لها في الانغاز، والله ايوب يا اخي ما نبي، ورب المصحف الشريف يا اخي ما تحملها. الله يصاحبه. واعراضنا بتذبح في الشوارع يا راجل. داس بقول لك الكيزان والوين، وانتوا دمرتوا الاقتصاد ويلي يلي. يا اخي نحن في الشارع منعاني يا اخي، من عائله الاعراض، الاعراض يا شيخنا يا اخي بتتباع. ده يقول لك يا اخي انتوا ولو انتوا نشفتوا البلد وانتوا سويتوا البلد، نشفوها يا اخي والبلد افسدوها. ده زول ما عنده اي موضوعيه يا اخي. البلد سرقوها نص نهار، مليارات الدولارات بتطلع لنا. ان ايوب لا ربنا يا اخي ابتلاه الدود ده يا اخي، لا بيطلع مما يقى في عرضه طوالي، ها ولو رفع يدينه يا اخي لربنا. نحن الليله
والله يا هباني والله والله على ما أقوله دي حيات بتتلقانا يا أخي نحن في الشارع أعراض أعراض ناس الوحدة بتقول لك يا أخي أنا ما في يا أخي أنا فقدت زوجي يا أخي الشرط يا والتبيع تبيع نفسها بأرخص الأثمان يا أخي ده بيتكلم سيد ده زول حمار يا أخي ده زول ما فاهم أي حاجة وأنا بسمح فيه والله العظيم قول لك إنت يا هباني إنت يا هباني الليلة يا أخي إنت المرقك من الوطن يا أخي الليلة شنو المرقك يا أخي إنت ده ما يا هو يا أخي ما الاقتصاد يا أخي يا أخي ما يا هذه الظروف دي يا أخي يا أخي ديوان الزكاة في عهد الإنغاز يقبل واسطة ديوان الزكاة يا راجل أي أيوة والله ده بيتكلم ساكت يا أخي أصلا وآخر الزمان يفتي المفتونة ويفتون فيما لا يعلمون يجي يقول لك والله دمرت وانت العملت وانت يا أخي انت استفدت شنو وانت يا أخي تقول انت ساكتين يا أخي انت عن حق والساكت عن الحق شيطان أخرس أخير يا أخي انت ده انت بتقول يا أخي الله كلمة الحق ولا حتى لو في السودان يا أخي ولا برا السودان وفي النهاية احنا ضيفاتك دي احنا متبعها والله العظيم جد والله العظيم تسلم كثير والله تسلم اشهد الله ولو في اي حاجة ما صح يا اخي نصوبك والله العظيم ولما نقول لك لا والله ما صح وانت بتقاضي اللي من اكل انت معايش انت عايش الحمد لله اخي انت في رفاهية يا اخي نحن بناكل في العدس يا اخي ده بيتكلم ساكت ده يا اخي العدس ما لعمين فيه ده بقول لك انت دمرت الاقتصاد ودمرت الاقتصاد قول لي يا اخي اقتصاد في عينك يا راجل ما بتعرف والله انا زعلان زعلوا من قبل يا اخي انا بكتب لك يا اخي دعوه 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 معليش خلوه ما في ناس في ناس في ناس ما عارفين ما عارفين الانغاز ده عمل شنو ما عارفين الانغاز دي شردت اسر 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 يا علي يا علي اخلاقياتنا يا ريت لو قروش يا والله يا علي انا لا قاني زول والله اقسم بالله العظيم يا اخي من الخارج قال لي يا اخي انا ما في شيء يا اخي ما علمني ما القروش ولا الغلا اخلاقياتنا قول الحكومه دي يا اخي الله فاتت زرعت فينا قال لي زرعت فينا يا اخي ضيع الاخلاق يا راجل صح والله تعال لنا للشارع تعال للشارع الناس ما تكز اي اخي الناس ما تلف وما تدور ولا زي ما بقول لك ده يا اخي الله يحميتي يا اخي الله ما في ديس يا اخي ثاني ما في ديس نحن ذاتنا ما في ديس من علينا نحن شارعنا افسد ونحن ضعنا الله يا ما ده قهر الرجال ده القهر الرجال اللي مارسته الانغاز 30 سنة في الشعب السوداني قهر الرجال كويس وما دام ما زي طه على البشير بي يقلع من واحد مرته قدامه طه على البشير بي جول دار يقلع من رأي المرته قدامه صح عشان عنده سلطة ده ما دي هو قال الموضوع ده كيف الرأي ساعة ما يكون بيقدر ما يقدر يوفر لأهله حاجة ما بيقدر يوفر لأهله حاجة ما يقدر يوفر لبناته ما يقدر يوفر لمرته حاجة ما بيقدر يرفع عينه قدامه علي هباني يا علي هباني الموت ياتي أيوة. الموت ده ياتي يا اخي الله يبخته ونحن ناس والله الواحد يا اخي بيتكلم والله بتحاسب انا شغال في الشارع انا ده ما عندي مكتب ولا وزير شغال يا اخي في الشارع عبد الله 24 يا اخي الله يساعد يا اخي بعربيه بتتلقانا مناظر لا يعلم مداها الا الله في النوع بتلقاه موظفه بتتكلم معك بتقول والله العظيم بتقول لك يا اخي انا ده لو ما دفعت يا اخي الله الثمن يا اخي انا ما بتوظف تتخيل يا علي عليك الله صح والله العظيم والله على ما اقوله شهيد وبموت وانت ما بتلحق انا دار اقول لك شيء والله فتره الانغاز دي ولا كتار من الناس الموظفين الكبار دي اللي عندهم سراير جوا في المكاتب دي حاجه حاصله ما بنقدر نقول نعمل شيء هنك وانا كذب يعني بيدقنت يا اخي انا اقول حاجه يا اخي الموظفين الكبار يا اخي الانغازيين الكبار دي الكيزان الكبار قبضوهم كم مرة معاهم نسوان وجابين نسوان يا أخي واحد جايب قريبته قبضوهم في هنا نهر النيل في نهر النيل هنا كويس جايب قريبته صح في بربر قبضوه معاها صح ما في شك يا دي الحاجة الحاصلة اللي بيتكلم عن الاقتصاد وما الاقتصاد ده أنا ده ما كنت بشوف لك الطلايف أصلا أنا سعد بك في صف العيش ما بعرف أنا حي سيما يا أخي الله يهباني وما كنت بعرفك أصلا بعد ما وقفنا في صف العيش وهاك المعاناة وهاك الجبايات يا أخي قعدنا منجع يا أخي منجع من عين في التلفون يا أخي الله ده هباني يا أخي ده عثمان زنون يا أخي أنا كتبت له وقلت له واسمع أنا ده يا أخي الله بسمع كلامك وصدقك وشوف فعايلك بستغرب سبحان الله يقولون بأسنة ما ليس الود كان ماشي قدام
والله كان نول. ماشي لقدام ما دام يبقى سيرته الود ده كان ماشي لقدام وقال تاب وقال اموره كلها باع الشعب السوداني القلب شنو ما تفهم القلب اولاد الضيش شنو ما تفهم والله في حيات كذا اذا تبعد تقعد تراجع روحك فيها ما تفهم الحاصل شنو علي هباني والمرء يعني انا بفعله وخصائل المرء الكريمه كاصله ده الاصل الشعبي ده الاصل الشعبي أسي أنا والله بحزن إنه في التعليقات ياخد يكتب لك ياخد ده كوز وده ما كوز وزنون تبعية تقيلة وأنا كتبت له وأنا في صفحته قلت له والله يا عثمان أنا والله يا أخي أنا كنت بسمعك في ماليزيا ومنتأثر يا سلام يا سلام يا يا أخي والله يضرق لي يا أخي وطني جاء هنا يا أخي والله نحن في الغيادة الله ساكت يا أخي مرقنا بأطفالنا أضربك أمسكك ونحن ناس يا أخي يا أخي بسيطين يا أخي الشعب السوداني ده شعب بسيط يا أخي الشعب السوداني ده ما في أفضل منه على وجه الأرض دي والمصحف الشريف ما في شعب طيب شعب مسالم شعب يا أخي الله كريم وأقسم بالله العظيم جد شعب عاطف يعني بصدق صدقنا يا جماعة دي. أنا عشان كده قلت لك ما لم جات يا أخي لازمات وقفنا في صف العيش ما قصد ما بنعرف علي هباني ولا بنعرف أبو رهف ولا يا أخي بس فالحزن الحتة دي فما نطول يا الله عليك ارمي قدام تسلم بس. كثير وشكرا لك ولقدام وان شاء الله ربنا يحل لنا من الظلمه دي ونمشي قدام علي ايوه يا علي ما أيوة. تشتغل بالاشاعات ما تشتغل بالجداد وما تشتغل بالانتقادات ما فايده دي الناس يا اخي بتاخذ انتقادات انا هدفي دوله سودانيه تحترمني وتحترمك وتحترم كل سوداني كويس والناس تلقى اكل عيشه وانا زي ما بحب اقول احنا مدارين اكل وشراب وتعليم وصحه ما دارين اكثر من كده ما في يا زول ما في يا زول ما في ولا في تعليم لا يا خسي يا اخي احنا في السودان والله العظيم جد ولو انت في امريكا نحن هنا يا اخي عايشين يا اخي الحياه مره ما اللي فوق ندور يا اخي عايشين حياه زي الزفت اسد يا اخي انا بتكلم معك والكهرباء ما في كهرباء تقطع في اليوم 100 مره تمشي العشاء يقول لك الا معه فول تمشي لبتاع المخبز وانت ما عندك ولا قوت يومك يا خس يا اخي من عدا مفاوضات والحريه والتغيير ومواقف في مواقف يا اخي لحد يا اخي والقيامه ما تقوم الدرب العديل ما دايرينه الناس الدرب العديل ما دايرينه شوف اقول لها احنا شغلتنا دي كان ما سقط الثالث ما عندنا حل ما في حل اي والله العظيم شفتها لو ما سقط الثالث ما في حل دي احنا دي على العوج القدام نحلها كذي تمشي قدام في تسقط الثالث ولا تقعد تجرير كويس يا علي قالوا يا علي واذا ولي الامر الى غير اهله فباطن الارض خير من ظاهرها يا اخي نسال الله لا تدي يا اخي نسال الله ما صبت الا عين الحقيقه والله ما ضربت الا الحقيقه في عينها شفتها مره عشان كذا انا قلت الرسول قلت لاخواننا امشوا سوقوا اعلان حريه والتغيير سوقوا المهنيين سوقوا يقول له سلمنا سلطه هنا امشي المهنيين معهم بوشي والثوار اللي قاعدين في الميدان امشي قول للعساكر ده سلمنا السلطه كويس ده دخلوا لنا محمد طلعوا لنا محمد نعمل شنو يا كين ده المتاع عندنا ده الحاجه المتاحه عندنا ده حيرني فزات يا علي بس يا اخي معليش يعني يا اخي الله يفتيني فيها المجلس العسكري ده على اساس يعني شنو يعني على اساس يا تو اساس يا اخي الله بيتفاوض وريني يا اخي دي ثوره ماتوا فيها ناس اولاد ناس ما رجاله دكاترة. عندي سلاح بس رجاله حزبي الله ونعم الوكيل اي ما عندي الله. حاجه بتفاوض بيسمنوه انا ما عارفه كده رجاله شغلتهم دي مع رجاله كده ما اكثر من كده حزبي الله ونعم الوكيل يا اخي حزبي الله ونعم الوكيل والله يا علي والله ان شاء الله ربنا بحلها بتتحلى لو كلنا اجتمعنا وبقينا كلنا لما والظلام حزبي الله ونعم الوكيل وعندي بنيه صغيره مريضه يا اخي بقلب والمصحف الشريف هسه انا بتكلم معك ماسك لا يا اخي يا اخي في الهبابه والله على ما اقول شهيد شوف انت نحن في دوله ان شاء الله يا اخي رب ما لا يا اخي ان شاء الله ربنا يشفاها ثقبه في القلب ولا هنا يا والله العظيم ده الناس حمير ضيعونا ومرقوا روحنا هسه يا اخي تمرق يا اخي الله يبرر للمطره قاعد جوا ما فيها كهرباء حسبي يا اخي في السودان شنو ذاته يا ريت لو مشينا اسرائيل يا اخي اسرائيل داسي والله ربنا ناصرهم ليه لانه في العدل ربنا بينصر الدوله الكافره حتى ولو كانت عادل العدل اساس الحياه صح لانه العدل الحياه احنا بنستمر معه العدل الحياه احنا منافقين
نحن ناس منافقين ونقول بعد والله كلامك عين والله ان شاء الله ربنا يشيل البنيه دي وكان في حاجه بنقدر نسويها اتواصل معانا ان شاء الله ربنا يشفيها انا اللي بعرف انه السوق بتاع الغالب ده اللي العمر يربش قدام شويه هلا علي مرحبا اهلا حبابك اهلا مزيد للتوضيح الشاب اللي تكلم مسعدان وقلنا ان شاء الله ربنا يشفي بنيتك يا رب العالمين وشفاء العاقل يا رب اللهم امين ال- يا رب العالمين القصد ال- ال- اللهم امين فقدنا الاتصال بالراي لما يا الجعلي يا اخي في جاكوب عيسى ده قال لك تواصل معي في موضوع البيت دي البنيه يا الجعلي طيب يا اخواننا شكرا لكم و شكرا لكم يا اخواننا كلكم على التواصل وشكرا لكم يا اخواننا على الاتصال سعيد شديد سعيد ان نتكلم مع الشعب السوداني والله العظيم يعلم الله سبحانه وتعالى اي حاجه عملتها من اجل الشعب السوداني ما اكثر من كده ما في ولا حاجه لنفسي انا كويس وما عندي اي طلب لنفسي مرحبا يا خالد موسى تفضل خالد الو خالد موسى يا خالد قدر الله ما شاء فعل يا اخواننا خلوكم كلكم بيد واحدة نتوحد اخواننا في كل الظروف نتوحد عشان نفيش غلنا ونفيش خلقنا او لاي حاجه اخواننا اي زول بيفشل واي زول بينجح انا بعد ده كله بقول لكم على الحريه التغيير ده خلونا معاهم والله العظيم خلونا معاهم هسه انا بالرغم من كل يوم بنبذل لانهم بس الحياه اللي بسوي فيها كلها فشل كويس لكن ما عندي اي مشكله انه يهدوني ولا يمشي لقدام بنتقدهم عشان شنو عشان يصلحوا يا اخوان والله العظيم يعني زي ما بنتقدهم هيك عم تنتقدون زي ما قلت لكم في التليفون لا تنتقدون في اي حته بقول لهم يا اخوان يا اخي المفروض تعملوا كده والمفروض تعملوا كده المفروض تعملوا كده للحاجه صح كويس في النهايه يا اخواننا وحدتنا هي كان سبب نجاحنا كويس لحد 6 ابريل انه وحدتنا اساسا هي اللي بتجيب لنا السودان حقنا وحدتنا هي اخواننا وحدتنا هي اللي بتحقق لنا ثورتنا وحدتنا هي اللي بتحقق لنا ثورتنا قويين كلكم مع بعض يا اخواننا نازل فشل واي فشل ولكن نصلحهم غصبا عنه نصلحهم غصبا عنه ونقعد قدام ونتكلم ونبذ ونقول له تصلحوا عشان شنو عشان نصلحوا عشان نمشي قدام ان شاء الله اخواننا مليونيه طرد الجنجوي السبت 20 ديسمبر و20 يونيو ان شاء الله كلنا مع بعض المليونيه يا اخواننا نمشي لقدام تسلموا كثير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.